بتجري من مين؟ انت اللي بتجري من مين؟ انا عارف انا بجري من مين. انا عارف موقعات الاوس والخزرج اللي انا وقعت فيها دي. انت هتحكي لي قصه حياتك؟ احنا ما عندناش وقت. هنروح فين؟ يلا من هنا. هنط. لا انت بتهزر. لا انت من هنا. يا نهار اسود. استنى شويه. استنى شويه. يا ربي. يا رب. ايدك. ايدك. يلا بسرعه. يا نهار اسود. يا رب. امسكي نفسك. امسكي نفسك. ما راح نترك المستشفى غير لما اجيبك من القاوي. اه يا رجال. مين ده شيبوب ده رجع تاني؟ استنى خدني معاك. تاني امشي امشي. انت بتجري من مين؟ الله هيقتلوك لو فضلت ثانيه تانية كمان هنا. يلا بسرعه. هو انت بتجري من شيبوب ده برضو؟ يلا امشي بقى. دي كفره قريش اللي بيطردونا دول. مش هتحرك ولا خطوه زياده الا لما افهم ايه اللي بيحصل بالظبط ومين اللي بيجروا وراك دول وانت مين اصلا. اخ يا مالي. في ايه مالك؟ مش عارف. حاسه بدوخه. بدوخه جامده قوي. طب خلي راسك على فوق. خلي راسك على فوق. تحبي اوديكي مستشفى؟ لا 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 مستشفى ده ايه. لا انا ممكن اوصف لك عنوان توصلني ليه وده اخر طلب. اوعدك انا عارفه ان انت تعبتك معايا بس ده اخر طلب. وعد. انا شفت السحن دي فين قبل كده. وانت يا حضرت ايه اللي موقفك هنا؟ لا ايه اللي موقفك هنا؟ واقف يعني لهنا بس دايخه شويه ف يعني واقف. طب بعد اذنك الرخص. ماشي يا دكتور. يا ريت تفضل معايا عشان الحته دي مقطوعه. شفتها فين انا قبل كده دي؟ نعم. ها؟ لا الناس الغريبه دي. قلتي لي انت مين؟ انت قصدي عايز تروحي فين؟ انا حذرتكوا كذا مره مفيش حد فيكوا اتحرك. محدش لومني على اللي حصل. تبقي اكيد اتجننت رسمي. انت عارفه اللي انت عملتيه دوت ممكن يعمل لي ايه؟ يهد تاريخي كله. تاريخي ايه وجغرافيه ايه؟ هي هتهد مستقبلك اللي جاي. مفيش تاريخ بيتهد بمجرد ما تتقال الحقيقه، انما المستقبل بقى فيه كلام تاني يا سياده الرئيس. انت بتخرفي تقولي ايه؟ انا بقيت اخرف مجنونه، ناقص ايه تاني؟ عادي يعني. ناقص انك تتربي وتتعلمي الاصول وتعرفي قيمه اللي باباكي بيعمله ليكي ولينا وللبلد كلها. ما بلاش يا مامي الكلام الانترفيوهات ده، احنا هنا في البيت مش على المنصه. هي حصلت قله الادب كمان؟ من فضلك يا ميار. الكلام اللي انت بتقوليه ده له معاني انا مش قادر استوعبها. انت عايزه توصلي لايه؟ انا اسفه يا بابي مش قصدي، بس مامي هي اللي من الاول. مامي بتعاتبك على غلطه انت عاملاها. انا ما عملتش حاجه غلط، انا قلت اللي حصل. والنبي مش مكسوفه من نفسك؟ رايحه تعترفي ان في واحد كان بايت عندك في الاوضه من ورانا يا بكحه. انا ما كنتش متصور انك هتحرجي نفسك وتحرجينا كلنا وتحطينا في الموقف ده. انت بتعملي كده ليه؟ وليه مصره تكسريني؟ علشان ما بقتش مصدقاك. هنا من فضلك لو سمحت. هنا؟ ايوه. بس هنا من فضلك لو سمحت دي حسيت انك هتفعل بنديره يعني. المفروض انك ورقه تاكسي يعني مهمة. ابيض واسود حتى ما تعرفش تكاسي البيضه. لحظه واحده زي ما انت زي ما انت زي ما انت. اتفضلي. اتفضلي على السلامه. ميرسي جدا. تحت عمرك. بجد مش عارفه اشكرك ازاي على اللي عملته معايا الليله. تشكريني بانك تقولي لي اسمك ورقم تليفونك وهشوفك امتى تاني. اسمي لامار.
وانا اسمي الدكتور عمر النواوي، دكتور نسا. عمر النواوي. عمر النواوي؟ اه. هو انت؟ ايه ده وانا مشهور قوي كده؟ انا مش واخد بالي. دلوقتي بس عرفت انت كنت بتجري من مين. اه قابلت الاوس والخزرج اللي اعلنوا عليا الحرب ده، لسه يا دوب بقول اسمي لقيت وجت رقم ده شايبوه ده جري ورايا. طب انت ايه اللي كان موديك عندهم؟ انا مش فاهم. انا مش رايح لهم اصلا، انا رايح اطمن على واحده حتى ما اعرفش اسمها ايه، كل اللي اعرفه نمره اوضتها. ولما انت ما تعرفش اسمها اصلا ايه رحت عندها تعمل ايه؟ انا رايحه بره ذمتي، كنت رايحه افهمها ان الحادثه اللي حصلت لها بعربيتي انا ماليش دخل بيها، لا سايق العربيه ولا كانت معايا اصلا العربيه. لقيت نفسي ما كنتش متوقع طبعا انه هيحصل كده. تحكي على ايه؟ لا مفيش، بكره هتعرف. طب ايه 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 في ايه؟ ايه انت اللي انا قصدي إيه؟ يعني ايه صلي على النبي، انا ما قصدتش حاجه يعني. ما قلناش هنتقابل تاني ازاي مثلا؟ انا شايفه بقى ان مش من مصلحتك خالص ان احنا نتقابل تاني. طب ليه؟ ما قلنا مش من مصلحتك خالص، وبكره هتعرف. تصبح على خير يا دكتور. ولا فاهم حاجه في اي حاجه. اطفح بالسم الهاري حرونار في جبتتك. اها ايه يا بنتي يا هنادي؟ لو انت هتسممي لنا الوجبه اللي انت مسلكاها اهي. ما انت ما بيتمرش فيك، عمال اسرق لك اشي فراخ وشي باميه وشي رز وشي كيكه، وانت البعيد ما بتحسش. لا وبايونير. بايونير اسمها مايونيز يا جاهل. بص جوه بقى شويه وخليك معايا كده. ابص جوه؟ ده يا بنت اللي بيوصلك جوه محتاج نضاره معظمه. مالكيش مالك يا بنت، صبه خرساني معتقه. خليك ملقح كده زي لوح العجين لحد ما اتجلد. ايه ده؟ ايه دي؟ استني بقى اما اشوف مين ده. الله. ايه دي؟ مالك صحابك؟ يا لهوي ده متشرفط على الاخر. الحقيقه فات يا ست تينا. يا خرابي هاتوا، في ناس حطوه في العربيه واديله فلوس وقالوا لي على العنوان ده. يا نهار اسود. تعالى صحابك تعالى، على مهلك يا اخويا. عمي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسندي معايا يا بنتي يا هنادي. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. ايه ده؟ اسمع امسك نفسك امسك. بسم الله الرحمن الرحيم. حاسب القلة حاسب القلة. ربنا ستر. حاسب ايه اللي عمل في وشك كده يا عمي؟ عمي ايه ده؟ جبتوه منين؟ كان لوحده مع الناس اللي سابوه. طيب اتفضل انت اتفضل. لا لا ما تودونيش الخرابة. خرابة؟ خرابة ايه؟ الله محفظنا يا بيها خرابة. امشي يا بيه امشي. تعال بقولك ايه يا عمي. عمر 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 فين؟ الخرابة. خرابة هاتوا وراي هاتوا وراي. حاضر يا ست يلا يلا صحابة. خرابة تعالي يا بنت هنا يا بنت. عايزه ايه يا ولادي؟ انت جايه بنت في ايه يا بنت؟ بقول لك يا بنت ايه القلاجه اللي انت فيها دي؟ شكلك كده جايه استغفر الله العظيم. بقول لكم ايه؟ استعيذ الكتب من الشيطان ولف وحطه مكان ما جيته، ولا عشمانه في حاجه تيجي لي حبيبتي وانا اخد لها زقنها شمال ويمين. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني انت دايما كده واجع قلبي عليك من ساعه ما التليفونات دي اتعملت، يا اما الرقم غير متاح يا اما التليفون بيضرب ومحدش بيرد. رحت فين يا عمر؟ بس دايما كده شاغلني عليك وجع قلب. ايه ده بيت؟ مالك فيكي ايه؟ في ايه يا بيت؟ مالك؟ مش حاجه يا ست، تحت امرك. تحت امري ايه؟ انت بتعيطي؟ ده انا عيني وجعاني بس. عينيك وجعاك يا بيت؟ يا بيت ده انا اللي مربياك يا بيت. فيكي ايه؟ اقعدي ترزق احكيلي ايه اللي حصل. مش عاجبك يا ستي؟ مخنوقه شويه بس. مخنوقه ايه؟ ده انا اللي هتخنق من اهلك. قولي لي يا بت، حد من اهلك من البلد جه وزعلك ولا حاجه؟ وانا بشوف وشهم غير عشان ياخدوا الماهيه. امال مالك؟ بت انت يا بت انا ابتديت اتخنق. مفيش حاجه يا ستي، صعبان عليا نفسي. صعبان عليكي نفسك يعني ايه؟ نفسي انا بقى زي كل البنات. زي كل البنات يعني ايه؟ زيهم يعني. نيلك يا بنت يا بنت، عايزه تتجوز يا بنت. منين يا حسن؟ ماما اخواتي كل شهر يجي ياخدوا القرشين، ولما اقول لهم هاتوا حاجه يقولوا لي انتي عايشه بلقمتك. انت يا بنت عبيطه ولا ايه؟ يا بنت المرتب اللي انا بديهولهم ده هو ده مرتبك بجد؟ انا بديهم بس يا دوب عشان يسدوا بقهم، لكن انت عارفه
جهازك وبيتك وكله ده عندي. انا مش قايله لك كده من وانت صغيره؟ ده انت عندي يا بنت من وانت عندك 5 سنين. ولما يجي المهفوف على دماغه ويتشك في عقله علشان يطلبك ويتنايل يتجوزك، والنبي ده انا مش، بصي هجيب لك جهاز احلى من بنت سما كمان. انت احلى من سما واغلى من سما واجمل من سما، ده انت زي سما واكتر يا بنت. يا بنت ده انا اللي مربياكي. انا هنفديش منك ابدا يا ست زينة. تاني طينة دي؟ اهو طينة دي اللي هتخليها ترتب دلوقتي حالا، ايه رايك بقى؟ طب خلاص والنبي ما تزعلي، خلاص ربنا يديكي اختي على قد حنيتك كده ويخليكي ليا. انت اكيد بتهزري، وخبطتوا في بعض ازاي؟ اه ده اللي حصل، لقيته في وشي بيجري زي، لقيت معاه عربيه قلت الحمد لله فرصه. طبعا كان لازم يجري. وبعدين انت مش فاهمه بقى ابن عمك عمل فيه ايه، اداله حته دين علقه، اخد بعضه ورهوان جري، وكان معاه واحد غريب كده بس قفشوه. وعملوا فيه ايه؟ وانا ايش عرفني، انا المهم عندي ان هما مسكوا في بعض، وجريت عليكي بسرعه عشان الحقك اشوفك فيه ايه. لقيته بيقول ان هو كان جاي يبرر نفسه. تصدقي شكله فعلا ملوش دعوه بحكايه الحادثه دي. وتصدقي برضو انه شكله لطيف قوي. بصراحه انا كنت فاكراه اكبر من كده بكتير. اكبر ولا اصغر، احنا هنتجوزه او راح لحاله. انا دلوقتي بقى في المصيبه اللي انا فيها، مش عارفه هخلص منها ازاي. يا بنتي هو انت مش قلتي لي ان باباكي؟ يا نهار اسود، لحسن يكون قريبك عارف ان انت هنا. يا بنتي قومي افتحي الباب. بقول لك افرضي قريبك. ما تخافيش يا سلمى، قومي افتحي الباب. انت متاكده؟ ايوه متاكده. قوم. حاضر هفتح الباب. الشيخ عرفان، ازاي حضرتك؟ لا تاخذيني يا سلمى يا بنتي اني جيت في وقت متاخر. خالص يا عمي، حضرتك تشرف في اي وقت. لا تخافي، لمار هي اللي قالت لي انها عندك. لمار؟ وانتي تفتكري ممكن تعدي ليله من غير ما الحاج عرفان يعرف بنته فين؟ ما بقاش تربيت ايده. اتفضلي بابا. اتفضل. وحشتني قوي. لكن انا عاتب عليكي. كيف تسيب المستشفى بالطريقه هذه؟ قلبي كان هيتخلع يا لمار لحد ما كلمتيني في التليفون. لساكي تعبانه يا بنتي؟ ما تقلقش عليها يا عمي، هي بقت زي الفل، وانا كلمت الدكتور الصبح وقال لي ان هي بقت كويسه جدا. انت عارف يا بابا ان لا يمكن اكسر لك كلمه ولا يمكن اخرج عن طوعك، وانا لما اتاكدت ان الجوازه دي مش جايه على هواك زيي عملت اللي انا عملته. ربنا يخليك ليا يا بنتي. ويخليك ليا يا بابا. ارجوك يا بابا، متعب ده لازم يفهم ان احنا اولاد عمه، بس ما ينفعش بعد ما بدات انجح ارجع اتلخم تاني. ولد عمك هيتجنن، مش عايز يعديها بسلام. طول ما انت في ظهري انا مطمنه يا بابا. ربنا يجيب العواقب سليمة. خبر القبض عليا في الفرح اتشهر في كل حتة. أنا مش عارف مين اللي بينخرب ورايا وعايز يأذيني. دي ضريبة النجاح يا دكتور. وهي العملية بالسهل، وكل ما تنجح أكتر كل ما الأعداء يزيدوا. أنا مش عارف حبر المرضى بتوعي بعد كده بأني وش. وش إيه؟ المصيبة بقى لو نشروا حكاية البت اللي قالت انك كنت بايت عندها. تبقى مصيبة. انت معايا ولا مع الاعداء؟ عليا بنورك. انا عملت لك الفطار بايديا يا دكتور، يلا حطي للدكتور وضغوري في 60 داهية. يلا انك انت عنك انت. ايه ده؟ للدكتور للدكتور، اوعى ما تمشي. مش لما نعرف الحكاية الاول. خلاص خلاص انا اسفة اسفة. من غير كل. ومين ليه نفس بس يا تينا؟ ايه كفالة الشر؟ في ايه؟ مالك؟ قولي مين اللي زعلك على الصبح عشان اخنقه؟ انا قلت له بلاش تكبر الموضوع. ايه يعني لما يتنشر في النت ان اتمسك يوم فرح وعادي؟ ايه؟ اتنشر على النت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. معلش يا حبيبي. شايف الناس؟ ناس. أعوذ بالله أعوذ بالله، ناس شر جوهم سواد كارهين إنك تكبر وتنجح. استغفر الله العظيم. بس معلش ربنا إن شاء الله هيرد كده. ما أنا قلت كده برضه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده يا عم ده؟ إيه يا عم حافظ ده؟ أنت الزهر علي امبارح عملت لك تربنة. أنت لو كنت شفت شكله جاي، شكله موت من
انا من ضحك ما انت ما شفتيش كل واحد فيهم كف ايده طلع لها توأم يهفن الالم عارف زي من دول الساعه. بركه يا عم حافظ اللي جت فيك انت وربنا نجيك انت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما انا رحت مصدره هو في الاول وياخد هو يقابلهم هم الاول وانا رحت واخدها جري جري بس وانا بجري بقى خبطت في حته واحده. اهلا امشي يا بنت غوري قطعلك ودنك واحده. اهلا. مش اللي في بالك يا تينا مش اللي في بالك. انا وانا بجري لقيت واحده بتجري هي كمان قدامي نزلت اجري وهي بتجري ولما وصلت العربيه ببص لقيتها قاعده جنبي وفضلت تلح عليا اني اطلع بيها ولما وقفت شفت واحده تانيه انما انا متاكد اني شفتها قبل كده. اه انتوا معايا؟ اه معاك حتى بالاماره واحده تانية. ايوه مش بقول لك اهلا. مش اللي في بالك خالص يا تينا دي واحده تانية خالص انما كانت بتجري من بوليس وعربيه بوكس انما خدوها برضو. انتوا معايا؟ لا يا عمر لا يا اخويا يا حبيبي انت تعبان. خش نام خش نام لك شويه يلا. فيها يا تينا هم حدش مصدقني ليه في اي حاجه بقولها؟ لا مصدقينك مصدقينك بس طب اسمع انت مركز معايا؟ مركز معاكي. طيب الست اللي كانت بتجري الاولانيه اسمها ايه؟ الاولانيه اللي كانت بتجري في معايا في المستشفى؟ ايوه. اه قالت اسم غريب كده. ها؟ مش فاكر. ايوه الاولانيه اسمها مش فاكر. التانيه بقى اسمها ايه؟ التانيه اللي كانت بتجري من البوكس. اه دي بصراحه مش فاكر. طب يبقى اتحلت. الاولانيه مش فاكر والتانيه مش فاكر يبقى الاتنين اخوات. ربما. اقول لك ايه انت تخش تاخد دش سخن ها تلات ايام تنام تصحى تلاقي نفسك فرش. دش ايه وتلات ايام ايه؟ انت فاكرني بخرف؟ ربما. تبنى الى الله. الاستاذ زينهم جنح المحامي خليه يتفضل يا ابني. قلت لي بقى حكايه اسم باليزا ده ايه؟ اسم دلع يا باشا. هو اشمعنى يعني احمد بيقولوا له يا حماده ولا حسن بيقولوا له يا صوت ولا نبيل بيقولوا له يا بولبول؟ جت عليا انا. زينهم جنح المحامي حاضر مع المتهمه الست باليزا هانم واود اولا اني اطلع على ايه على المحضر يا استاذ معانا كارت قبل كده محضر القضيه دخلت كارت قبل كده. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. انت شايفه ان لبس زي ده في حته مقطوعه زي دي غلط عليك قوي يا غزال؟ والله اللي حلت يا باشا والفقر مش عيب. يعني انا مش شايف ان في امر ضبط واحضار او حتى حاله تلبس او حتى فعل فاضح في الـ ايه في الطريق العام يا استاذ. في الطريق العام تبقى فين بقى سيادتك الـ 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 القضيه؟ من الواضح ان انت قوي في القانون يا استاذ وسريع في قراءه المحضر. لما انت شايفه ان انت سليمه كده جريتي من الدوريه ليه؟ وانا شرفني انها دوريه يا باشا. انا افتكرتها عربيه مسروقه فيها عيال شمامين بيعطوا على جت ولا مؤاخذه يعني وهم بيقولوا في التلفزيون ان عربيات الحكومه بتتسرق. يرضيك يا كنت ذبيحه يا باشا. قلبي واكلني قوي على البيت اتاخروا قوي. ان شاء الله خير خير. بص ايه يا جماعه في ايه؟ طمني ايه الاخبار؟ زي ما قلت لك انا نص طازينهم جنح والاجر على الله. خدت اربع ايام بس ده عادي عادي. خدت اربع ايام وده عادي. طب يا دكتوره محتاج اسالك سؤال ندخل في مرحله الخطر امتى؟ ما تاخد اعدام. ما انت كنت بتعمل معاه ايه جوه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ بص ده البوس يا من ادم البوس. لا مؤاخذة يا اسطى ما يعرفش. لا 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 صلوا على النبي احنا في النهايه انا هخلصها لكم هخلصها لكم. ده شكله هو اللي هيخلص عليها بقى. قلب عندك يا اختي ما تلاقيش انا في ظهرك هطلعك منها انا اطلعك منها. يا ما دقت على راس طبول يا خلوص يعني هي اول مره؟ انا باريزه قلت لك رجلي على رجلك في الشغل خلعت المره اللي فاتت العيال عكشتك والمره دي الحكومه عكشتك وافتح لنا والسوق بيشغي. ما احنا لو لينا ظهر زي الراجل بتاع الحادثه بسلامته كان زماننا بره. ناس ليها غطا وناس عايشاها مرمطه. اه باريزه اختي احنا هنقعد نقول شعر واحنا في النيابه ولا ايه؟ بقول لك ايه ما تلفيني بوسه دخان. دخان برضه ماشي كنفي دي يا اخي. اوعى يا اخي ماشي ناشف كده يا حصول. لو قولي لي انت قصدك مين بسلامته اللي انت قلت عليه ده؟ الراجل بتاع الحادثه بتاع الليله اياها.
قصدك الدكتور؟ الدكتور. وده شفتيه فين؟ شايفاه بعينيا الاتنين دول وهو عمال يعط في مقنم الدرية. مقنم الدرية يا ابن اللعيبة. يلا يا اخت مشوى كده، يلا يا اخت. بالراحة يا اخويا. بالراحة لا يا عصوم. ما تلاقيش يا باريزة، مش هسيبك. مش هسيبك. تعالى هنا. انت رايح فين؟ ايه بس؟ بقول لك ايه يا ابو يا معلم؟ انت اسمك ايه؟ انت نسيت اسمك خلوص بيه؟ زينهم جنح المحامي اخويا. ما من عشر روما راح امك. بقول لك يالا، انا شاكك ان انت محامي. ايه؟ اقبلي بالكارنيه. ايه؟ الكارنيه؟ اتغسل في البنطلون من يومين. وايه اللي خليك تغسل البنطلون؟ بص بقى، بمناسبه الغسيل 4 ايام وباريزه تبقى معايا في البيت، غير كده انا هغسل امك. ديل ديل اصلا. وانت روح امك. البت خدت 4 ايام افلانك، هسرح بمين انا بس؟ كان لازم بجد اشكرك على وقفتك معايا. مهما حصل، مهما حصل يا عفوا، انا عمري ما كنت هجيب سيرتك. ما انا عارفه، عشان كده جيت ولحقتك زي العاده. لكش يتمر. لا هيتمر. مش عايزه تقولي بقى جبتيني منين؟ ايه يا عمر؟ فيه يا عمر؟ ما تفكك من ام الحوار ده وخليك معايا هنا. انا عفوا برضه يا حبيبتي، انا في ورطه، انا بجد في ورطه، ومحتاج اعرف يعني الفرح كان يوم ايه. هو ده يوم يتنسي؟ ده يوم الخميس الاخير يا قلبي. حلو قوي. انا صحيت عندك كان يوم السبت. الجمعه بقى اللي بتوينهم ده راح فين؟ اكيد عارف عنه حاجه، او فاكره حاجه، او حس حاجه، او لمحه. لا يا حبيبي، انت مش عارفني. لا والله مش واخد بالي. انت اللي ولدتني. انا اللي ولدتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا، افتكرتك يا بس انت كنت بشنب ساعتها. فاكر طنط عفا كانت بره على المستشفى؟ عفا بسوت بقى لسه في الجنان برضه زي ما هي. باي باي يا حبيبي. يبقى ناخد صوره سيلفي مع بعض. افتكري بقى يا عفا. معرفش، انا كل اللي اعرفه قلته لك يا عمر. انا جالي تليفون من رقم حضرتك، قمت رديت لقيت واحده بتقول لي ان انت مرمي في حته في الشارع. خدت بعضي على ملا وشي ورحت جبتك، بس ده كل اللي حصل. حلو قوي الكلام ده. الواحدة دي بقى ركزي معايا، الواحدة دي ما شفتيش، ما قلتليش حاجة. مثلا يا دكتور، مثلا ولا شفتها ولا عرفها، وما تضيعليش أم وقتي في الحوار الفاكسان ده يا حبيب. خليك معايا بقى. احنا ايه؟ ايه يا عمر؟ ايه بقى ايه؟ ايه؟ عفة. بص يا عفة حبيبي، قول يا حبيبي، عشان نبقى برضه واضحين مع بعضينا. استنيا، انا اتغيرت خالص خالص، مبقاش ينفع ارجع زي زمان. يعني تقدري تقولي كده تبت الى الله. بص يا حبيبي، بصيت انا مش تحت امر حضرتك تدخل حياتي وقت ما تحب وتخرج منها وقت ما تحب. عمر، انا بحبك. عارف ايه بحبك ولا لا؟ وانا تبت الى الله. عمو عمرو انت شاكرني؟ لا يا حبيبتي والله مش واخد بالي. انت اللي ولدتني. ولدتك برضو؟ ايوه افتكرت. سبحان الله. لما كان شعرها اهلا. ازيك؟ عند ايه؟ كانت محجبه ساعتها. بس مش عارفه طنط ايه اللي ولدتني. طبعا مش هيقدر يقرب لي لما بابا يقوله الكلام ده. ما ينفعش يكسر كلامه اصلا. بس ممكن يعمل لي حاجه كده من بعيد لبعيد. ايه جو اللبش ده؟ وبعدين صحيح هو مش عارف مكان المحل ولا ايه؟ هو ده اللي قلقني والله. ممكن يجي لي هناك بقى ويعمل لي مصيبه وتبقى فضيحه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش ده الدكتور بتاع الحادثه؟ اهو. متفضحينه على الحادثه؟ ايه اللي كاتبينه ده؟ لا وايه؟ كل اللي عنده معجبات ستات بس. بيدافعوا عنه بطريقه مش طبيعيه. تلاقيهم زباينه بتوع المستشفى ولا العياده. ده شكله مساوي الهوايل قوي. اسكتي، مش حابب يعملها معايا. بس انا ايه بقى؟ اديت له وش كده. ليه يا بنتي؟ ما تبطلي بقى فقر وفكيها شويه. سلمى، الراجل اللي بيحب كتير بيكذب كتير، وانا ما بكرهش في حياتي قد الكذابين. وانت ايه اللي مخليكي متاكده قوي ان هو دنجوان عصره اوانه؟ مش يمكن يطلع مظلوم؟ مظلوم؟ المظلوم قال من اللي سمعته في المستشفى، من ممرضات في المستشفى، وممرضات كانوا شغالين معاه، وستات عيانين كانوا عنده زباين. ده ما صدقوا سمعوا اسمه وراحوا قايلين كلام كتير عني. ما انت عارفه بقى الناس ما بتصدق تلاقي حكايه تتكلم فيها. ما كانش ناقصني بقى غير ان انا اشوفه، واديني شفته ليله المستشفى. والله قلت مع ادم حد صدقني يا بنتي. ما فيش اضمن من الراجل اللي لافف وداير قبل الجواز، على الاقل اسمه شبعان.
سلمى بصي بقى، الحب عند اللي زي عمر ده شبه الحياة، قطره ماشي وفي محطات كتيرة قوي بيقف فيها كل شوية، إنما عند اللي زي أنا شبه الموت، ما بيجيش إلا مرة واحدة بس. عشان كده لا يمكن نتقابل. حقيقي يا دكتور انا مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انت بتعمله معايا، انت زي ما تكون بتبنيني. انت شخص صعب الواحد يخسره يا صفو. عمر انا مش عايزاك تتاثر باللي انكتب ده، كله فرقعات ملهاش اي قيمه. متاثرش ازاي بس، احنا شغلتنا حساسه قوي وسمعه، اللي الناس تحبه ما يتخافش عليه. نزل الخبر ده وازاي نزله بالسرعه دي؟ مفيش اكتر من المؤذيين. على دكتور عمر النواوي الوصول لمكتب الاستعلامات الامان. يلا نشوف شغلنا. دكتور غازي ايه عمر حصل له حاجه؟ لا لا خالص، ليه بتقولي كده؟ لا انا بقول كده عشان انت مش متعود تيجي هنا. لان مفيش سبب يخليني اجي هنا، ده كوافير حريمي يعني وانا مش متجوز او مرتبط عشان اجي مع واحده بتعمل شعرها. صح. لا بس انا مش قصدي يعني. الموضوع باختصار، لنا جالي دواء مهم قوي ومن بره وبيعالج الام القولون بشكل هايل، بس فقلت اجيبه لك. ميرسي، بس انا ما كنتش عايزه تعبك معايا. مفيش تعب خالص ولا حاجه. طب ما كنت اديته لعمر اخويا؟ طب ما يمكن انا عايز اطمن عليكي. صح يعني انا اسفه نسيت اقول لك تشرب ايه، اصلا اتلخبطت يعني كده واتخضيت على عمر وكده يعني. هي تشرب ايه؟ لا لا ولا اي حاجه، انا مش عايز اعطلك اكتر من كده. شوفك على خير بقى. طب الدواء؟ شكرا. قرفانة وزهقانة ومش طايقة نفسي، عايزة أعمل أي حاجة جديدة، أي حاجة مختلفة. سما يا حبيبتي أنت بقيتي غريبة أوي، أنا ساعات بحس إنك عجوزة وعندك ولا 100 سنة. وأنت لما تقعدي مع ناس وتعيشي معاهم في بيت واحد وتلاقي كل واحد فيه مالها عنك أصلاً، مش مركز معاكي بس إلا في أخطائك، هتفهم أنا بقيت كده إزاي. والناس اللي بتيجي تاخدك بالعربية؟ لا دول تفالي. كلهم معديني الخمسين على فكرة. ما انا عارفة. هقولك بقى. قولي. اصل الراجل لما بيوصل للسن ده بيبقى ضعيف، وضعف ده بيقلب بحنية ودلع بيبقى طعمها لذيذ قوي، وبيني وبينك مفيش منهم خوف. ايه ده؟ ايه؟ دوري تسالي برضو؟ تسالي انت وتشرديني. ايه رأيك في المفاجأة دي؟ ايه ده العربية الجديدة؟ قلت انت لازم تكوني اول واحده تركبيها. انا اشمعنى بقى؟ علشان وحشتيني. وانت قوي 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 قوي. طب يا نهى انا همشي انا بقى. نسيت اعرفكم، نهى صاحبتي، موري اخويا. اهلا يا نهى، ما تيجي نوصلك معانا؟ يا ريت، بس بابا مستنيني. طب يلا حبيبتي روحي لبابا طريقك اخضر. يا ماما يلا يلا يا ماما. باي. يلا حبيبتي باي. ايه ايه حبيب هورتي. ايه الصغيرة عليك دي يا دك؟ دي حتى مش مزة ومش ستايلك.
بنت بص على الطريق ده يا بنت قلنا خلاص والله العظيم ده تبنا الى الله يخرب بيت عيشك انت هتقول لي انا هقول لك عليا النعمه عليا النعمه انت لو وقفت هنا خمس دقايق كمان لا تلم منهم شكاير قد كده في العربيه دي يا بنتي خلاص مش عايزين مش هنا ايه رايك في العربيه الجديده جميله 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 انت اتهبلتي كده ايه يا صاحبي قوي بس انت وحشتيني وانت قوي وحشتيني قوي لو واحده من زمايلك شاوروا لنا ولا حاجه انزلي في الدواسه وانا هتصرف انت تاني الليرد اللي معانا ده مش مطمني على البيت ان شاء الله اهو قوم يا بص ها بريزه طمنيني يا اختي هنروح تمام وشك مش مريحني في ايه بس اديني البس اربع ايام يا خلوص اربع ايام ايه هو فيها حكم ولا ايه ما ترد يا قرد ولا انت فالح بس تتنطلي ايه ايه بس خلصي بيه بس هو قلت لي ياما شديد حبتين ولا انت الحمار حبتين طب ما جاب لك رقبته شقتين بلاش انت تلوث ايدك يا فلان شكرا بص عارف لو ما كنتش جبت البتاع ده من الاول كان زماننا خرجنا من اول مره اعمل ايه بس يا باريز هو اللي بيشبط فيا كل مره يقول لي خدني معاك واديني فرصتي هتفرج يا اختي هتفرج خد جبت لك لقمتين كده تقوم بيهم معاقات الاكل والفاتوره فاتوره يا اختي كمان والنبي عشان كل واحد ياخد حقه زودت لي الطحينه قوي قوي يا اختي انا عايزك تطمني يا ست باريزه هنا وانت كمان يا استاذ خلوص بتطمن والاخ فلانك يقلق إيه يعني انت هتطمن وحياه ابوك تشيل اللي بتاعك من قدامي لحسن وديني انا افض جتتي واملى هدوم ببلاوي الحبس الفراقه العماله تشفس جتتي خلاص خلاص يا باريزه فلانك قوم انا بص وطول الواد ده بلاكاش بنضارته واخد غرزتين دي تعالى خلاص يا باريزه وترجز نفسك بقى خلاص في ايه فينش فينش تعالى لي دغري يا اخويا والله العظيم الواد ده فيري جود وسمعته زي الفل تعالى لي دغري يا اخويا وقول لي انه بناكله فريزه ازعل والله ازعل انا استرخص فيكي ما تشوفي الاكل والفطوره حتى ما حطيتش التبس والله استلقط لي محامي عدل وبجد وبحق وحقيقي يا خلوصي لحسن يا حبيبي احمد فيها انا حب وانت ترجع لي النفخ العاده نشكر يا عم صباح الخير الحمد لله بالسلامه يا قط الله يسلمك ازيك يا فاضل الحمد لله على سلامتك يا فاضل الله يسلمك ميرسي فاضل كمل معايا زمان لو سمحت تمام اكسكيوز مي بقولك ايه يا سلمى هو الشغل في النازله نايم ليه يا ستي اديها ماشيه بالزق هنعمل ايه ما شايفه الحل عامل ازاي طب بصي انا جبت معايا شويه حاجات تحفه لسه مخلصه الشغل فيهم امبارح شوفي كده حلوين قوي بس دول هنضطر نسافر شرم الشيخ نعرضهم هناك ربنا سهل بقى باي باي اخدوا حاجه يا فاضل زي ما انت عارفه اتفرجوا ومشوا ماشي هوا واكون جايب لحياتك النسكافيه بتاعك ايه ده بنفسك يا فضل وانا عندي اغلى منك اتعب له يا فندم حلو حلو يا فضل ده بس ما بيريحنيش خالص وبعدين مسهول كده ومنحنح قوي يا بنت خلينا في اكل عشنا روحي شوفي شغلك روحي يا شيخه هاتي اديني اوعي هاتي لا فنانه يا لمار فنانه خير يا دكتور خير ان شاء الله تشغليش بالك خالص دي حاجه طبيعيه جدا خصوصا في المرحله اللي انت فيها دي هو جوز حضرتك فين تعيش انت يا دكتور اه بقى لله بقاله كتير 3 ايام يا دكتور 3 ايام ومن ساعتها وانا مش عارفه مالي جسمي مش طبيعي حاسة كده بحاجات غير طبيعية ده غير اللي أنا قلت عليه لحضرتك جوه في أوضة الكشف ومش هقدر أعيده تاني أصلا أنا بتكسف قوي يا دكتور إن شاء الله حضرتك هتمشي العلاج ده بإذن الله وإن شاء الله خير إن شاء الله أنا متبشرة بيك خير يا دكتور وحاسة كده إن علاجي هيبقى على إيديك خصوصا بعد صديقاتي ما شكرولي فيك وفرحة برفانك ميرسي يا فندم كتر خيري مش شايفي هو والله يا فندم احنا يا دوبك اسباب الله
الله يا دكتور، كلامك زي البلسم ينزل على الجرح يطيب. انت ما تتصورش الكلام بتاعك ده، انت ما تتصورش كلامك ده عمل فيا ايه. عمل ايه؟ هون علي عذابي اللي عايشة فيه من بعد وفاة المرحوم. عذابي يا حاجة؟ دول يا دوبك 3 ايام، اعتبريهم يعني ظرف شهري. هات وبيقولوا الفاتحة. لك يا دكتور، الله 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 الله، ما تعدي عليا يوم الخميس ونقرا الفاتحه سوا. تبنا الى الله. حنان يلا حر. يلا انجز، هتعرف تقفله ولا لا؟ تريش بسرعه. بقول لك يا فاضل، بكره بقى من بدري هنا. من النجمه هتلاقيني راشق هنا. عيني يا عيني على الناس اللي كنا نتحايل عليها عشان تفتح لنا من بدري. هو انت؟ انا. شفتي بقى اني اقدر اوصل لك؟ وعرفت الطريق ازاي؟ ايه ده؟ التليفون بيضرب. طب ردي بسرعه، يمكن حد من اهله تقولي ايه اللي حصل. لا لا لا، ما اقدرش يا سلمى. هاتي هاتي هاتي، رد. الو، ايوه، صدق الله العظيم، بتقولي ايه؟ بكلمه على الموبايل، ردت عليا واحده وقالت لي ان هو اتضرب عليه نار في المستشفى. نار نار عمر، لا حول ولا قوه الا بالله. عمر اخويا قالت لك مين دي واني مستشفى؟ ما اعرفش، انا خدت عنوان المستشفى. يلا لا لا اله الا الله. هتروحي كده؟ اللهم نسالك رد القضاء، اقول لك نسالك اللطف فيه يا عمر. لا لا، روح مستشفى، ما فيش وقت. هتروحي كده؟ انا هروح فين؟ ما ينفعش تروحي كده. مالك مالك؟ مش قادره مش قادره اقف على حالي. طب اقعدي. رجلي انا هجيب لك حاجه تاني. انا هجي هجي. خبريني يا بنتي ايش صار؟ انا كنت هموت من الخوف يا بابا، كويس انك جيت. الحمد لله انك بخير يا بنتي. الحمد لله يا عم، احنا كتب لنا عمر جديد النهارده. كيف صار هذا؟ هو جنب المحل بتاعي، واحد ضرب علينا الرصاص وبعدين جري والرصاصه جت في الدكتور عمر. ويطلع مين الدكتور عمر ده؟ الراجل اتخبطت في عربيته. اللي جالك المستشفى؟ ايوه هو يا عم. في حد شاف اللي ضربه؟ كانوا 2 راكبين موتوسيكل ومغطين وشهم. يبقى مفيش غيرها يا عم الشيخ عرفان. هو اللي سواها وكدمه حلال. تقصد مين يا عم الشيخ؟ معقولة يا بابا؟ الله يخيب ظننا. ابو صباح في الميدان بينادي على الجعان، يمكن الباشا يحن على الغلبان. فين بقى الدكر الكسبان؟ 5 جنيه على الدكر. اركني يا اختي جنب الخسران، واللي ليه شوفة حاجة يرمي بياضه لاجل ما ينول مراده ويلاقي اختي الدكر قدام. سيجارة فرانجي على الدكر. مش مكتوبة لك يا روحي، روح دوري على اولاده. لا بعد، انت حرامية يا بيت. الله الله الله، ما بلاش اللي انت معانا بتعيطوا في الاخ. ترى يا بيت، انت معاش مال عينك ولا ايه؟ عمالة تسرقي وتعشطي فينا من الصبح وساكتلك في ايه؟ لا يا روح امك، ده احنا نحط الغلة في الخزنة لاجل ما نفضل الواقش. طب والنعمة لاكل مصارينك؟ كانك ترمي سواقة يا روح امك. طب تعالي بقى يا حاج. يا ريت مني وهي بس بقى. بس سيبيها. كفاية اللي احنا فيه، هناكل بعضينا ولا ايه؟ وحياتك بس عشان خاطرك هفوتها لها المرة دي. عايزة تقنعيني انك بتحب عمر قوي كده؟ مش عارف، مش فارقة، عادي يعني. والله انت هتجننيني معاكي. مرة تيجي تحكي لي انك عايشة احلى قصة حب مع واحد خبيتيه علينا كلنا، وفجأة اكتئاب وسهر وشرب وحاجات غريبة عليك، وفجأة يظهر عمر، وفجأة يختفي عمر. انا مش فاهمة حاجة. متحيريش نفسك يا رب، مش توصلي حاجة. انا نفسي مش فاهمة روحي. ساعات بحس نفسي عاملة زي حبة البيوت المتعشقة جوا مساكن شعبية، لا داخلها نور ولا طالعها ميه. شم ريحة سر جواك اموت واعرف. هي يا يارا، انا مش فاهمه انت عايزه تفوقيني ليه. انا مصدقت شيخ، مصدقت يعني. اسلك لهمتك، اللمبه نورت والدماغ ساحر. بقول لك ايه، يلا نمشي عشان انت ركبتي عليا. انا زهقت.
احنا كمان زهقت. يلا. ايه ده يا عفة؟ مش ده باباكي؟ سيادة الرئيس بنفسه؟ استنى اشوف عايز ايه؟ سيادة الرئيس منور. هاي عفة. اركبي شوية عايز اتكلم معاكي. لا يا بابي انا مش فايقة دلوقتي. معلش دول كلمتين وبس. من فضلك عشان خاطري. حاضر. يا لطيف سما سما صحيح اللي قالته هنا دي عمر اتضرب بالنار كمينة هو فين عمر فين دلوقتي العمليات شامو دقيقة يا رب نجيب العرب السليم كمينة ايوه ايه الكرة يا حبيبتي يا رب واحدة فينا ربنا يا رب اهدى يا حاج ربنا يطمنك عليه انا مش هطمن مش هقدر لما اطمن على عمر الله مش انت ال مش يجي لي نوم من ساعتها ودماغي قفلت عند الكلمه اللي انت قلتيها ونفسي اتصدت عن كل حاجه وعلى لساني مفيش غير كلمه واحده بس ليه انت ما بقيتيش تصدقيني بقولك يا بابي اعتبره كلام الف ساعه غضب وخلاص دي مش كلمه ده احساسك بيا ورايك فيا وانا اللي انا بستغرب له احنا وصلنا لكده ازاي طب وانت ليه بقى عايزني نفتح في حوارات ممكن تنتهي نهايه مش لطيفه وخصوصا بقى ان احنا في الشارع مش انت اللي طلبت ان احنا نكون في الشارع؟ حضرتك ما سألتش ليه انا طلبت نكون في الشارع؟ ما يمكن عشان تفوقي بابي انا لو عايزة افوق ما كنت ذاكرت من الاول انا اخترت الشارع علشان مش عايزة بيبان مقفولة عليا ولا حيطان تكتفني عايزة احس ان انا حرة بجد حيرتيني يا بنت الناس انت ايه اللي بعدك عني بالشكل ده؟ عشان حضرتك بتعمل كل حاجة عكس اللي انت ربيتني عليها طول عمري شايفاك صياد واقف بسنارته مستني رزقه لا همه بقى لطشة برد ولا رسعة شمس امال انت شايفاني ازاي دلوقتي؟ صياد بس واقف من غير صنار حواليه سمك كتير قوي ميت من سم الديناميت اللي انت رميته للدرجة دي انا اتغيرت وبقيت بشعة بقيت شبه ناس كتيرة قوي كانوا قاعدين في صندرة مهجورة وأول ما شافوا النور صرعوا اتلم حواليه فتة واللي يلحق أنا تعبت سنين اتبهدلت كتير واتظلمت أكتر وترميت في السجون ومع ذلك عمري ما نخيت ولا تنازلت عن المبادئ بتاعتي انت دلوقتي جاي تحاسبيني على ايه انا ترشحت عشان استاهل انا مش بلوم حضرتك ان انت بتسعى لحلم عايز تحققه بالعكس ربنا يوفقك بس انا حزينه قوي ان هو اتحول لمراهنات وكلام نصه كذب عشان خاطر بس تلم اصوات كذب يعني انا كذاب سوري يا بابي بس انا شفتك قاعد مع ناس طول عمرك ضدهم كل ده علشان خاطر ايه تضمن أصواتهم في الانتخابات؟ شفت بقى السبق وصلك لفين؟ اهو كله بيجري وكله بيسابق وأي حد بيلاقي أي حاجة بيروح ينتشها من حالك أيام سودة ترمينا فيها غصب يا بت انت صعبانة عليا انت لسه عود أخضر بدري قوي على قطفه بس ليش روحك في الطل كده؟ هتتبالي وتنشافي وتتهرسي تحت الرجلين اسأليني أنا الدنيا دي يا أختي ياما خدت مني رقالي لحد ما نحلت وبر اسمعي مني شوفي لك شغلانه كلي منها عيش بدل المرمطه دي يا اختي لا في عيش ولا في شغلانه كله ماشي بالغصب ايه مالكيش اهل اب عم خال اي حد يلمك بدل بعطاره الشوارع دي وصدقيني يا اختي اخرتها جلد على العظم وريحه نتنه للمنت الشوارع مع الشيشه في جتتك الاهل سطره برضه انا زرع عيش طاني يا اختي
بذرة اترمت في أرض بور، لا عرف لي أب ولا شفت لي أم. كل اللي افتكره إن أنا كنت في ملجأ، والعيال قالوا لي نطي من على السور. دي حتى الولية اللي كانت بتأكلنا كانت بتزقني وبتقول لي المركب اللي تودي. المهم إني نطيت، لقيت خلوصي في خلقتي، مسكت في ديله واستخبيت وراه. وخلوصي بقى ده يا بت هو اللي مسرحك ومودكك عالكار؟ والنبي يا اختي ما انا عارفه هو ولا الهدنه ولا النومه. والله ما انا عارفه، هو كله محصل بعضه. احنا زي الشوارع اترمينا فيها يا عم ايوب، لا لينا ابواب ولا شبابيك، مفتحين من كل حته ومكشوفين للي رايح واللي جاي. يعني ولا هي تنفع ليها ستره ولا انفع ليها غطا، رايح نفسك انت بقى. دي بنت غلبانه واربع حيطان يرضوها. ده انا يا عم ايوب قلت له الكلام ده، بس هو بقى بيقوح ويعفر على الفاضي. فلانك فضوها سيره بقى. يعني انت قلبك ما بكركش عليها وكلاب السكك راح جايه تشمشم فيها؟ يا لهوي يا عم ايوب، ده بيبقى قلبه وعقله هيشتوا منه. انت هتنصبوا لي محكمه وتطيروا لي حجرين؟ هي عارفه ان سكتنا ما فيهاش جهاز وراديو، وادينا بنفك نفسينا ببعضينا وبنسترزق من شمامين الليل. بقول لكم ايه، انا سايبكم ماشي. تشغلش بالك بالشويتين دول، ده هو كده بياكد ان هو غويها. عمر عمر ما تتخديش، مفيش حاجه. ايه؟ مفيش اي حاجه، هو لسه ما فاقش. الدكتور بيقول انه لسه قدامه شويه على بال ما يفوق. ما تقعدوا في الاستراحه احسن من القعده دي. استراحتي ايه بس؟ استراحتي ايه، احنا مش هنمشي هنا غير لما نطمن على اخويا. ما الدكتور طمني وقال ان الخطر زال الحمد لله. ولو يا اختي انا مش هرتاح لما اطمن عليه ويصحى ويتكلم. يا عمر الله، هو عمو حافظ راح فين؟ الراجل الطويل اللي كان معاكم؟ اه هو ما تعرفيش راح فين؟ هو في الاستراحه من امبارح ومبطلش عياط وحالته وحشه قوي. انا هروح له يا دينا. يا حبيبي عمر رد على اختك. ايه دي؟ يا رب احنا هتصلي يا رب اللي عامل فيك. يا حبيبتي الحمد لله، ده بقى كويس الحمد لله. ايه رايك تهدي وتغسلي وشك تريحي اعصابك شويه؟ اغسل وشي ايه بس؟ اغسل وشي احنا في المصيبه السوداء دي. قولي لي الظابط ما قالش مين اللي عمل فيه كده؟ لا هما لسه بيحققوا في الموضوع. ربنا ينتقم منهم، ربنا يحرقهم بجاز وسخ، ربنا يتشك بانهم يقطع ايديهم. يا رب مش عارفه ايه اللي بيحصل. وانتي مين؟ انا لامار، اسمي لامار، والحادثه حصلت قدام المحل بتاعي علشان كده انا هنا. وانتي الحادثه حصلت قدام محلك انتي واسمك لامار وشكلك عامل كده؟ اه لا هروح اغسل وشي عشان افهم ايه اللي حصل. قمر دي المصيبة الصغرى، دي المصيبة الصغرى. تبكي على حالك يا أخ حافظ. يا رجال اترك النواح للحرير، شد عودك. يمكن الواحد ما صدق في لا حاجة يفك بيها عن روحه يا شيخ عرفان. هذا نهمر بالنسبة لي مش ابن أخويا بس، ده آخر نفس. الضحكة اللي طلعت بيها من فوق الدنيا هو اللي مهون عليها، هو اللي مصبرني على اللي راح مني. طمن يا عم ان شاء الله يبقى كويس وزي الفل يا رب. انتي اخت مع عروسه؟ ايوه. حضرتك تبقى مين؟ ده مين ايه؟ ده الشيخ عرفان. الشيخ عرفان مين؟
انا يا بنتي والد اختك لمار. انا اختي اسمها اكتفينا. ايه الغباء ده؟ لمار لمار اختك. هي اللي جوه دي اسمها لمار. يا جماعه خير طمنوني، انا اول ما قالوا لي جيت على طول. طمنوني على اخويا وصديق عمري دكتور عمر. ازيك يا انسه سم؟ كويسه كويسه. ده خدش الطمن بنفسك. اتفضل اتفضلوا. يعني الدكتور عوني يطلع احسن مننا ويروح يزور عمر واحنا نيجي نقعد هنا؟ لا، ما احنا طبعا هنروح نزور ونطمن عليه، بس انا اصلي حسيت اني محتاجه اتكلم معاكي قوي النهارده. ودينا جينا. اتفضل. ما تتكلم صفوة. يعني لو هتبدأها بيعني ولو، يبقى أكيد هتقول حاجة تزعلني. بصراحة مش عارف اللي هقوله ده هيزعلك ولا لأ. في إيه يا غازي؟ ما تتكلم على طول. صفوة، إحنا كنا متفقين إني أجي أقابل قرايبك قريب. بتقول كنا؟ ليه، أنت غيرت رأيك؟ لا، وأنا أقدر أغير رأيي، إنما بس يعني في ظروف كده جدت. ظروف إيه؟ غازي من فضلك ما تخبيش عني أي حاجة، أنا مش حامل المفاجآت. ما تتكلم. في إيه؟ واحد من زمايلي شرع عليا احط مبلغ كده في البورصه، اهو احسن بيه وضعي. مش فاهم ايه علاقه البورصه بينا؟ بعد اول مكسب طمعت، حطيت تحويشه العمر. وبعدين راحت، خسرت، مش عارف اعمل ايه. ما تعملش حاجه يا دكتور، تقدر تروح تشوف شغلك دلوقتي، مش هيبقى انا وانت بعيد. حسبي الله ونعم الوكيل. والله عندك حق يا دكتور عمر، فعلا ما ينفعش انا وانت نبقى بعيد عن المستشفى، بس انا برضو كان لازم اجي اطمن عليك، يعني انت عارف غلاوتك بالنسبه لي. لا، ان كان على غلاوتي انا عارفها كويس قوي. اطمن انت بس يا دكتور. حسبي الله ونعم الوكيل. وما عرفتش مين اللي ضربك يا دكتور عمر؟ ما عرفتش لسه يا دكتور، بس مسيري اعرفه. ما انت عارفني، خيالي جامح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يحرق قلوبهم زي ما وجعين قلوبنا. عم حافظ، مش المفروض الدكتور عمر يرتاح شويه ولا ايه؟ ايوه صح. تعال يا دكتور، تعال اتفضلوا. اصل الدكتور لما جاله الدكتور كشف عليه لقى تعبان، قال له ما ينفعش تشوف اي حاجه. طيب اطمن عليه واطمن عليه ونمشي. يا راجل اطمن، احنا اصلا جايين نعمل الواجب وهنمشي. واديكوا عملتوا الواجب وزياده، متشكرين جدا. ده الواجب بزياده قوي. مع السلامه. مع السلامه. ربنا يطمن عليك ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. ما بدري. يا الله يكرمك. بدري بجد والله. مركب تودي. انا مش عارف ايه الناس اللي ما عندهاش دم دي. حسبي الله. عم حافظ شوف اسامه فين بسرعه. لا اطمن، اسامه ما رضيتش حتى تسلم عليه وراحت عامله كده كده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لك ما تجيش يا باشا، ده صنف نمرود هيتمرع اكتر، ما كانش ينفع نعمل له قيمه ولا حساب اصلا. سيبه، خلي حسابه يتقل عشان الرد يبقى نهائي. ماشي يا عمر ماشي. بقول لك ايه، اسامه اخته اهي. شايفها؟ شايف. استناني انت، انا ما اتحركش مكانك. حاضر. ازيك يا انسه سمع؟ يرضيكي كده يعني داخل اسال على الدكتور عمر واعمل الواجب يوم اخواتك تقريبا يطردوني؟ يعني انت عايز اخويا يقفشك قاعد معايا في كافيه ويطبطب عليك، ولا عايزنا انا بقى بعد كل اللي حصل ده اول ما اشوفك اخدك بالحضن؟ عيب يا دكتور، ده انت كبير. مش كبير بقى، انا عايز اشوفك. لو عندك جديد ابقى كلمني، ولو انا فاضيه هبقى ارد عليك. باي. باي. هترد عليك في ايه؟ ايه يا مرتضى؟ انت هتسلط علينا كمان ولا ايه؟ اتفضل قدامي. انا ما جبتش سيرته لما الضابط سالني علشان الدم اللي بني،
وهو ده كل اللي اقدر عليه. انا مقدر يا بنت اللي قلتيه، ترى لو ثبت لي ان وراها مش هرحم. اختفاءه اكبر دليل ان هو اللي مدبرها يا بابا. طول عمره مثل درع الشعر ده، لا متربي في طينا ولا مسجي من ميتنا. كنت فاكر ان ربنا هداه. الهدايه دي حاجه تخصه بينه وبين ربنا، انما اللي عمله لازم يتحاسب عليه. مش تبي تقولي يا بنتي. عايزه اقول لك يا بابا ان انا اتنزلت عن حقي في الحكايه اللي تخصني، انما بقى اللي ما يخصنيش ما اقدرش اتنزل عنه. على ايش ناوي يا لمار؟ ناوي اخلص ضميري واعمل اللي انت ربيتني عليه. ابن عمك؟ ايوه ابن عمي. فاكر يوم ما قابلتني في المستشفى كنت بجري، كان جايب المأذون والشهود، عشان كده هربت، ومن ساعتها حالف يقتلني. يقتلك ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي الدنيا سايبة؟ هو لسه في الكلام ده اصلا؟ ما هو ده اللي حصل بقى. اصل احنا لينا عواد وتقاليد هي غريبة عنك شوية، ماسكين في الحلو فيها والباقي بنحاول نغيره. وعايزاني ابلغ عنه؟ انا عملت اللي المفروض اعمله. انت عملت اكتر بكتير، نقلتي دي المستشفى وبلغتي اهلي. ايه مالك؟ تتخضي عليا كمان وقاعدة معايا وبتقولي لي كمان مين اللي عمل كده؟ اصل المقصودة هو انا، بس انت اللي جيت في الرجلين بقى. صباح الخير. صباح النور. انت مش تقول انت زميل كنا قلنا معاك بالواجب؟ والله الواجب عملتوه زيادة يا دكتور. لا تقرير كويس، انت الحمد لله كويس جدا. الحمد لله. يعني ينفع ناخد منه كلمتين يا دكتور؟ اه اتفضل يا فندم، اتفضل تحت امرك. طيب انا عن اذنكم رايحة فين؟ عشان تبقوا براحتكم. لا لا خليكي، ينفع يا فندم تكون موجودة وحضرتك بتسأل؟ لا مفيش مانع مفيش مانع. قول لي يا دكتور، حضرتك بتتهم حد معين بإطلاق النار عليك بشكل متعمد؟ بتتهم حد يا دكتور؟ لا. انت متأكد؟ متأكد. ألف مبروك يا باريس أختك، طلعت على خير اهو، والقرد اللي كنت شايفاه رخايص ومستهلية بيه هو اللي طلعك. ده سبب وانا قعدت كل ده، وانا بنت تلهب. ده هو ده مبقاش هو قرد راكبين على بعض. الله الله الله، ما تعتبريها فترة نخاها باريزة. وبعدين القرد ده مش انت اللي خرجك بالكلمتين اللي انت عليهم، ولا خرجت بالسحر والشعوذة؟ بقول لك ايه يا خلوص، خف عليا حبة، خف عليا حبة يا حبيبي، عشان انا لسه بعقبل وجتتي مرمى من نومة البرش. انا ما اقبلش ان تقولي على نفسك كده، شويه ميه وصافو وترجعي زي الفل، لحم ابيض متوسط. صافو؟ اه. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، الدنيا بقت على البلاطه وعلى الاخر، محتاجه تزهزع كده. يلا يا عبلي، بقول لك مرمى. شوف الموضوع ده. ايه دنيا دواره، خدت في رجليها الكبتون، كل ما يطلع من نقره ترميه من تاني في دعتيره. يا حبه عيني، الدنيا اديته ظهرها، صدرت له الطرشة، واللي كاله بط بط طفحته له والزواز، مع انه تاب واناب ونفض ايده من اللي فات. اقطع دراعي من هنا لو ما كانش معمول له عمل. عمل؟ ومين ده اللي بيكره له عشان يعمل له عمل؟ ده له واجب في كل بيت وفي كل حتة اماره. بس داس في النسوان ياما، ولدغة المرة مرة، واللي يجي على وليا ايامه مش معدية. راجل ولد اصول، واللي سواها ده خلانا في وسط هدومنا يا بنتي. بصراحة يا عمي هو طلع راجل بصحيح، مع انه كان ممكن يوديه في 60 داهية. انا لقيت نفسي ساكتة مش لاقي كلام اقوله. الراجل كان سايح في دمه، وبينه وبين الموت يا دوب مفيش، وتنزل عن حقه كده بسهولة، ده حتى رفض يتهمه. اللي مخوفني يا ولد عمك مختفي ومحدش عارف له طريق. اكيد هربان او مستني جربها مره تانية يمكن تصيب. مستحيل مستحيل يا لمار. مستحيل ليه يا بابا؟ اللي يعملها مره يعملها كتير. قلت فين يا رب؟ قلت فين يا رب؟ ما تخافش يا بابا، ما تخافش عليا، وبعدين العمر واحد، مش انت قلت لي كده؟ بترجع تيجي وسطينا
وسيبك من العيشة في مصر. عايز اطمن عليك يا بنتي. كده برضو يا شيخ عرفان، انت اللي بتقول كده؟ مش انت اللي شجعتني على الجامعة وعلى الشغلانة وعلى البازار؟ دلوقتي عايز نرجع ينفع؟ قلبي مش مطمن. اطمن عليها يا عم، وراها رجالة. اتنيل يا شيخة، ده كنت هتموتي من الخض. يا سلام، يعني عايزين اشوف ضرب نار وموتوسيكلات وجو ارهاب واسكت؟ سيروا وجع في يدي. بابا انا كنت عايزه استاذنك يعني بعد اذنك اروح اطمن على الدكتور عمر. انت بعد اذنك طبعا. روحي يا بنتي اعملي الواجب، الدكتور عمر يستاهل. بس ديري بالك على حالك. حاضر يا بابا. حاضر. يا لهوي يا عمر، لو تشوف اللي جرالي. حسيت الدنيا كلها اتلخبطت في عينيا، وكنت هتكفي على وشي وبقت كلها كده بتضرب الوان. انا بقى ويعني هي ماشيه تتكعبل على وشها في البيت، وكانت تنزل بلبس البيت من غير حجاب. الله عليك انت يا اختي، وشها بقى زي ليمونه وايديها بتترعش وكل الكلام اتحشر في حلقها. صح، اتحشر في حلقها. ده واخدكم معايا يا حبايبي والله. اوعى تقول كده، سلامتك عندنا بالدنيا كلها. انت تتقشر يا برنس، تلاقينا اسرع من اسعاف. ربنا يخليكوا ليا ولا يحرمني منكم. سيبي الدبوس. ما عايزاك يا بنت. سيبي يا بنت، سيبي يا بنت عشان اخوك ياكل يا بنت. جعانه ايه؟ حرام عليكي. خد هي تشوف الدبابيس من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ما ردتش هاجي لما اجيب لك كل الاخبار. اشجيني بقى اشجيني. اخبار يا عمو. ها اخبار الاخبار اللي تهمه عن الانسه لامار عرفان. دي موزه زي القمر، كنت خايفه عليك قوي. والنبي من النبي دمار دمار، دي شؤم. هي الشؤم هي سبب المصايب اللي حصلت دي كلها. اسمها دمار. لامار يا حبيبتي، اسمها لامار يا تينا، يعني بريق الماس. وبعدين مش من اولها كده بالراحه على البيت. بيني وبينك هي البنت بتلمع وحلوه حبتين، بس انا بصراحه اتشقمت منها من ساعه اللي حصل لك ده. اتشقمت ايه بس وبتاع؟ اللي بيحصل ده عادي، بيحصل كل يوم يعني. عادي عادي، انت اللي مقفوره. اخويا كان هيروح مني وتقولي مقفوره؟ حرام عليك يا عم حافظ. يا كتابينا اسمعيني اسمعيني، بنت طيبه وغلبانه وبيضه. شفت بيضه دي؟ بيضه بيضه. وبعدين دي ابريق الماس يا عم حافظ. بريق الماس مش ابريق، بريق الماس. هو انت كنت تعرفها قبل كده يا عمر؟ دي موزه يا بنت، خليكي في حالك. هي في حياتي الموزه دي. دي موزه. طيب. الموزه دي ثاني بس. ادي الموزه دي يا راجل. امال كنت عندها بتعمل ايه يا بنت؟ تنام انت مالك؟ انت مالك؟ خد ياكل ايه. استنى الاول لما تشوف الاخبار اللي انا جبتها لك. عايزه ايه تاني؟ اللي يرفض النعمه تزور من خلقيته. اعمل لك ايه يا روح امك؟ انت من ساعه ما خرجت عماله تاكلي في قطه محلوله، سبتك يومين سقت فيها، وقلت لك قبل كده انت مش شغاله في البيت الابيض. لا مش شغاله في البيت الابيض ولا عند ابامه، انما ما فيهاش حاجه يعني. لما كان لي يومين منها اريح العظمتين من نومه البرج، ومنها الحكومه تخفى عني. مش ده اصول القريه بص. طيب وبالنسبه بقى الفلوس اللي دفعناها للمحامي عشان يخرج من المصيبه اللي انت عملتيها، والفلوس التانية اللي دفعناها في الحجز عشان ما حدش يلمسك، الاخ الاخ الاخ، كل ده هنسدده منين؟ كل ده من شقايا وتعبي وانت مالكش فيه مليم احمر. اوعك. الله 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 الله، والله كبرت يا باريزه وبتتكلمي تقولي فلوسي وفلوسك. هم ايوه الحبس يا رحمك، نسوكوا من خلوصي ولا ايه؟ ما انت اللي دايس بالقوي يا عبد القوي. عبد القوي مين يا بت؟ بس تعالي اقول لك، تعالي اقول لك بس يا بت. انا اخوك حبيبك يا بت، حبيبك. انا غرضي بس انغنغك بدل كمكمه القعده اللي انت قاعده فيها دي على طول. بلين بلين قالين يا خوخ، انما مشيتك كاسر يوه. وين بس اللي جاب سيره الشده؟ انا عايز اقول لك على حاجه بس، الموضوع ما فيه عمليه الدكتور ريحتها فاحت وقربت تطلع. وانا مالي يا اخوي، انا من ايدك دي لايدك دي، اشهر انت بس. لاف يو بيبي. بجد يعني هنتجوز؟ ها Thank you.
دوخني عليك في المستشفى كلها؟ خليت الدكتور هاني يقف مكاني في الرعاية. انت تعبان ولا ايه؟ لا ابدا، بس ماليش نفس لأي حاجة. مش شايف انك مكبر المواضيع حبتين؟ وانت مش شايف ان الموضوع يستاهل؟ اكيد يستاهل، بس ده يتوقف انت زعلان قوي كده على ايه بالظبط؟ مش فاهم. يعني زعلان على الفلوس ولا زعلان على تأجيل موضوعنا؟ طب الاتنين مرتبطين ببعض. لو الفلوس ما كانتش ضاعت كان زماننا احنا مع بعض دلوقتي. يبقى الموضوع ما يستاهلش كل ده، علشان لو زعلان على الفلوس اهي ضاعت، انما لو زعلان عليا انا موجوده ولسه معاك. من فضلك يا صفو، مش عايزه احس انك بتواسيني، دي اكتر حاجه ممكن تضايقني. انا لا بواسيك ولا عايزه اضايقك، انا بقول لك الحقيقه. يمكن لما قلت لي على اللي حصل انا ما عرفتش ارد عليك، عشان كنت خايفه اقول اي حاجه تجرحك، بس لما فكرت فهمت. فهمت ايه بقى ان شاء الله؟ الفلوس انت اللي جبتها قبل كده، وانت اللي تقدر تعوضها تاني. امتى بس؟ ده انا قعدت سنين الم فيهم. واحنا مع بعض مش هتحس بالسنين دي. قصدك ايه؟ انا مش محتاجه حاجه، الفيلا اللي ورثتها عن بابا وماما فيها كل حاجه، والعفش فيها جديد، ومش عايزه شبكه كمان. معقوله دي نظرتك ليا؟ معقوله انت شايفاني رخيص قوي كده؟ يا خساره، وانا اللي كنت فاكرك انك اكتر واحده فهماني، بس للاسف طلعت انا اللي فاهم غلط. عن اذنك غازي. غازي من فضلك لو سمحت، الاقي فين دكتور؟ في الاستقبال. ممكن حضرتك تسالي في الاستقبال؟ انت عرفت انا عايزه ايه الاول؟ لسه مستفزه دي. لو سمحت يا دكتور من فضلك، معلش. افندم الاقي دكتور عمر فين؟ مش انت اللي كنت هنا قريب؟ يا ستي رد عليا، مش مهم انا كنت هنا ولا لا، هو فين؟ دكتور عمر في المستشفى. ما احنا في مستشفى واحنا في اسم بوليس. انا ما بهزرش على فكره، دكتور عمر عمل حادثه وبقاله فتره في المستشفى. حادثه؟ حادثه ايه؟ ومستشفى ايه من فضلك؟ قولي بسرعه. اديك هتخرج بكره، يعني ما كانش ليه لازمه الجنان والخروج بالشكل اللي انت عملته ده. هاتي ايدك. ليه عايز تروح فين؟ عايز اروح اقعد هناك، سنديني. طيب ماشي، يلا. يلا ايه؟ يلا، مش عايز تقعد هناك؟ مش يمكن كمان عايز امسك ايدك؟ هو ده اللي انا خايفه منه. خايفه من ايه؟ وانا لسه عملت حاجه. هو انت لسه هتعمل؟ اه طبعا هخطفك. طب يلا قوم قوم. انت مالك اتخضيتي كده ليه؟ ايه المشكله ان اخطفك يعني؟ ما اتخضيتش ولا حاجه، انت اقعد بس شويه. حاجه جميله جدا. طيب انا كده اطمنت عليك، ينفع امشي بقى؟ ده طبعا ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش خالص تبعدي ولا تسيبيني، ما ينفعش خالص. لا ده دلع بقى، واحنا قلنا خلاص مفيش. بالعكس ده لسه في كتير قوي. عمر عايز اسالك سؤال وعايزك تجاوبني عليه بصراحه. اسالي. هو انت ليه ما اتهمتش ابن عم؟ لا اتهم بيه، هو في تهمه في الدنيا اسمها انه سبب سعادتي وفرحتي؟ سعادتك وفرحتك؟ طبعا، هو انا لو لفيت العالم عشان الاقي طريقه سريعه تقربنا من بعض بالطريقه دي كان هيبقى في اسرع من كده؟ يعني الراجل عمل فيها معروف اروح ازي؟ انت بجد يتخاف منك؟ انا ده انا غلبان وصايع وضايع وضايع ده غير اني مصاب. عمر على فكره دراعك دي اللي وجعت مش دي. واضح انك قلت الكلام ده لقبل كتير. انا طب انا هقول لك حاجه عشان ترتاحي. انا اصلا ماليش في الحوارات دي، ولا كلام البنات ولا العلاقات ولا كلام ده خالص، عمري ما كان ليا فيه اصلا. احنا كدكاتره عشان بندرس طب ونسا كمان، نظرتنا للست مختلفه مش زي اي راجل. بنشوفها انسجه تشريح اناتومي يعني، بنشوفها عضلات، ما بنشوفش الانوثه والحاجات دي. انا كدكتور امراض نسا رغم ان زبايني كلهم ستات، الا اني هتضحك عليا، ما اعرفش اقول كلمتين على بعض لواحده ست. لا والله. ايوه، كل تركيزي في شغلي، كل وقتي في شغلي، كل نفس بتنفسه في شغلي. بيبي حياتي. يا نهار ازرق. سلامتك يا حبيبي، الف سلامه. سلامه ايدك.
سلامت عيوني. مالك يا حبيبي؟ مين المجرمين عامل فيك كده بس يا حبيبي؟ لمار! ايه؟ اذا حضرة الشياطين زابت الملائكة ولا ايه؟ لمار! عمر رايح على فين يا حبيبي؟ لمار! استني بس جراي، انت رايح على فين؟ هو انت مش ناوي تبطل رمرمة؟ بس ايه ده؟ مش دي البيت اللي انت كنت بايت عنها؟ مخرب بيتك يا عمي. لمار! لمار! بص يا حبيبي معلش، رايح فين؟ ما ينفعش تمشي كده. ليه؟ ليه؟ بقول لك دي فاهمة غلط. انت اللي هتتفهم غلط لو خرجت كده. يلا يلا تعالي تعالي معانا تعالي. تيجي معانا على فين؟ جوه جوه. ايه يا عمر؟ ما انا اول ما عرفت سبت الدنيا وجيت لك جاري، تعمل كده فيا؟ فيا يا بنت انت؟ في ايه؟ احنا مش كنا خلصنا خلاص؟ ايه ده يا حبيبي، احسن الجرح يفتح تاني. ايه بنت السوعية اللي انت فيها دي؟ سوعية ايه بس يعني؟ مش يا عمر، بس ايه يعني؟ هي حلوة يعني. فمك واطلعي من غير ولا كلمة. ماشي ماشي. يا ستي حل عني بقى. حسبي الله ولا إيه عمل وكيل. انت بتشخط فيها ليه بس كده؟ يرضيك كده يا عمو؟ لا بصراحة ما يرضنيش. في ناس بعيد عنك ما عندهمش سنس، ما عندهمش نظر. انت ما تقوله اي حاجة من كلامك الحلو ده. حلو. هو في احلى من كده؟ ما يسيب لكم الاوضه تريحوا فيها حبه. ايه يا حبيبي بس انا عايزه افهم، مالك بقيت عصبي قوي كده ليه؟ يا بنت الناس سيبيني في حالي، سيبيني في حالي. ما انا سايباك في حالك غير لما اعرف البت اللي كانت هنا دي مين وبتعمل ايه. وانت مالك؟ شايف يا عمو بيشخط فيا ازاي؟ جرأي يا عمر جرأي، يا اخي بالراحه عليها، دي برضه حنينة وما تستاهلش. والله يا عمو ده عسل. ما انت العسل. الفيسبوك ما تعملي لي اد، ما اعمل لكم بلوك انتوا الاثنين، اعمل لكم بلوك. يلا يا بنت، يلا يا بنت من الاتوبيس ده انزلي، يلا انزلي داخل الخط. انت كمان بتطردني ها؟ يلا مع السلامه. ماشي يا عمر انا ماشيه، بس خليك فاكرها. سلام. سلام. هروح اوصلها. يا خالو ارحمني بقى، ارحمني بقى. خالك وانا خالك ولا عمك؟ يا عم ارحمني، ده وقته ده وقته ده وقته. عمك عمك ارحمني انت، ادي ارحمني. قول لي ازاي بتقدر توقعهم في دباديبك كده؟ دي بنت فاضيه اصلا ومخها طائر، وجت في وقت مش وقتها خالص، بوظت لي الدنيا مع لمار. هوبا خلاص. يبقى المركب رست على الشط يا ابطال. ولا رست ولا حاجه. رست ايه بس؟ هلا هتعملهم عليا. بس بيني وبينك البنت تستاهل. الاولانيه؟ لا التانيه. الاولانيه لمار. رمار. لا تستاهل رمار، دي تستاهل. لمار. لمار بس خلاص، هي هتوريني وشها بعد اللي حصل ده. بالعكس اللي عملته البت الاولانيه. الاولانيه رمار. لا اللي عملته التانية مجنونه عفل. اللي زي لقطه القشطه دي. خلت التانية تلف حوالين نفسها. اسالني انا ازاي يا عم رشدي يا باظم؟ اقول لك ازاي. البت اللي بدرت عليها بالشعنانه بتاعتها، التانية كلت في نفسها وفي قلبها، طلعت كل اللي جواها، حست انها انكشفت. هوب جريت. قصدك انها غارت؟ ايوه خد من عمك. انا خبرة. وقفي. اديني وقفت يا متر. قولي بقى عايز مني ايه؟ مش كفاية اللي حصل؟ طب تهربي مني وسيبك؟ والله تقوم تحاول تقتلني؟ لا انا كنت قاصد اخوفك، والحمد لله ما صابك شيء. ايوه صح ما صار لي شيء، بس الرصاص ده صاب راجل ملوش اي ذنب وكان هيروح فيها. ترى والله لو كنت عرفت انه رايح لك ما كنت تركته، كنت قطعته. ده بدل ما تشكره انه ما جابش سيرتك في التحقيق كان زمانك دلوقتي مرمي في السجن. وايش دراه ان انا اللي وراها؟ انا اللي قلت له. ايش انت يا لمار؟ ايوه انا يا متى، ولو ما بعدتش عن سكتي انا اللي هبلغ عنك. تبقى انت جبت اخرها يا بنت عمي.
بنت حاسس اني سقطت كده وفشلت كالعاده. يا اخويا راح اجازه عقبال يا رب، ومحدش عارف جاي امتى. اجازه ومحدش عارف؟ نسال واللي يسال ما يتوهش يا اختي. خلوصي انا قلبي مش مطمن للحكايه دي ابدا. طب بقول لك ايه يا باريزه يا اختي؟ قلبك ده هياكلنا وشربنا يا اختي، بطلي نقك ده، ريحي حبتين كده وخفي عشان الموضوع يمشي. ريح انت يا اخويا وخفي، يلا بينا قبل ما حد يشوفنا. ماشي. تروح مني فين يا دكتوره؟ الشمس جامده على رايي. يلا ثواني، المكنة دي مش نصفاني على طول، لازم اجيب عربية بدلها. بس كفاية كده النهاردة عليك. تعبتي يا؟ معلش بس هتسني. ثواني هغير ونتحرك. بسرعة بقى عشان ازهق. اوكي. على فكرة الحاجات دي هنا ممنوعة وفيها غرامة كمان. مش كاتبين يعني ممنوع التدخين؟ لا، ما هو هنا اي حاجه مضره بالصحه ممنوعه. بسيطه نشربها بره. وانا لما عرفت ان سعادتك بتيجي النادي هنا كل يوم عشان تجري، اكتشفت فجاه ان انا عضو في النادي ده، فقلت اجي اتمشى مع سعادتك وهو بالمره برضو نتكلم براحتنا. انا عايز اعرف يا دكتور، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ الراجل بتاعك جالي وفهمت منه وتشكرت لك، في ايه تاني؟ يا ريس الشكر بتاع سعادتك ما وصلنيش. يعني ايه بقى؟ فسر كلامك. الفيديو عندي يا باشا، ولو ما كانش له قيمه زمان دلوقتي بقى له قيمه. يعني ايه بقى؟ يعني الحكايه كانت زمان مجرد بنت بتجري ورا واحد، دلوقتي بقى بعد خبر انها برئته وانها قالت انه كان بايت عندها، ده موضوع تاني. ده خبر كذب. وانا لا، سعادتك نجحت بفضل نفوذك وسلطاتك انك تقنع الناس انه مجرد كذبه من خصومك. انما لما يظهر الفيديو ده بقى ويتنشر بين الناس، الناس هتعرف انه حقيقه مش كذبه، وهيعرفوا ان بنت الرئيس المنتظر سرها يعني عدم المؤاخذه. ده ابتزاز وانا ارفضه. مش من حقك في الوضع اللي احنا فيه ده، اللي من حقه يقبل او ما يقبلش انا يا ريس مش انت. يعني ايه بقى؟ يعني نتفق، لو الاتفاق عجبني اقبل، ما عجبنيش ما قبلش. وطلباتك ايه؟ اهو كده الكلام. انا اقول لسعادتك طلباتي بقى. ايه ده، مش ده ربيع رجاء المترشح؟ ها؟ انت تعرفيه؟ بقول لك انا افتكرت مشوار مهم جدا لازم اروحه. ماشي يا بنتي، مش قلنا هنتغدى سوا؟ بعدين بعدين. معقول اول ما تشوفيني تجري كده؟ انت شفتني ازاي؟ بقلبي. وانت ما تعرفيش ان اللي بيحب ده بيشوف ان شاء الله بقى فاهم. يا سلام. طب عايز ايه دلوقتي؟ ما اوصلك ونتكلم. عندك جديد؟ نشوف لو في جديد نشتري، ما فيش خلاص. لا صحيح، قول لي هو الناس المهمين دول تعرفهم منين؟ انت قصدك على ربيع رجاي؟ لا ده واحد من ضمن الغلابه اللي اعرفهم. يا سلام، ولا عشان هيبقى الريس ويمكن ينبدا من الحب جاي. انا اللي اقول. ايوه انا لو عايزه يبقى رئيس هيبقى رئيس، مش عايزه خلاص مش هيبقى. يا جامد، مش وسعت منك حبتين دي. ولا وسع. بقول لك ايه، احنا هنضيع الوقت في الكلام. ما يلا تعالي تفكري. يلا انا بجد مش قادره افهمك، انا عملت ايه علشان تاخد مني الموقف ده؟ اللي قلته كان قصدي منه اوفر عليك وقت ممكن نضيعه في حاجات ملهاش اي قيمه. صفو، مفيش حاجه توجع الراجل قد ان يبقى واقف عاجز قدام اللي بيحبها، مش عارف يحقق لها اللي هي تستاهله واللي يقدرها بيه. التقدير مش فلوس وعفش وشقه، التقدير مشاعر وحب وحاجات حلوه تملى بيها كل حته فاضيه جوايا، وترجع لي الثقه في حاجات كنت خلاص قربت انساها. هشتغل ليل نهار، هاخد شفتات في كل المستشفيات اللي انا اعرفها، ان شاء الله اسافر بره. المهم ان اعمل حاجه اللي تخليني استهلك. تقدر تعمل كل ده واحنا مع بعض. بجد يا صفا؟ يعني هتوقفي جنبي؟ هتلاقيني معاك في كل خطوه. هموت واتجوزك في اسرع وقت. هتعيش وهتتجوزني في اي وقت احنا نختاره. الف 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 مبروك، يا رب تبقى ليلتك جميله زي كده يا حبيبتي. سي حبيبتي، عقبال فرح ولادك يا رب. يلا بقى، ده العريس مستعجل تحت. بلاش الحساسيه الزياده دي يا اختي، يا ريت ما تركزيش معايا، انا زي الفل.
يا تينا انا عايزه افهم انت ليه مش بتتجوزي؟ اتجوز تاني؟ حرام عليك، كفايه مره واحده بس. وايه اللي حرامه بقى؟ انت لسه جميله وصغيره وكمان ناجحه، والف مين يتمنى واحده زيك. شوفي يا حبيبتي، اللي زي ما ينفعهاش غير اتنين، يا اما عيل صغير يضحك عليها بقرشين، يا اما راجل محترم وعنده عياله زي ام الخلفه، وانا الاتنين ما ينفعونيش. عادي جدا على فكره انك انت تتجوزي راجل محترم وعنده ولاد. لا مش هرتاح. انت بتسبقي الاحداث ليه؟ طب ما تدي نفسك فرصه يا ستي. لما تيجي فرصه فكر. بس كده الموضوع بقى خطر قوي يا لمار. عليه هو مش عليا انا. لا عليكي وعلى عمر كمان. ما تجيبيليش سيره الراجل ده تاني خالص. بقول لك ايه، عارفه ايه المشكله السودا؟ ان انا فاهماكي كويس جدا. لو انا مش فاهماكي كنت قلت انت وقعتي من زمان. ايه ايه وقعت؟ ايه الكلام اللهبل اللي انت بتقوليه ده؟ ده مش كلامي يا حبيبتي، دي تصرفاتك. انت مش شايفه نفسك ولا ايه؟ انا كل ما هنالك اني ما بحبش الناس تظهر في صوره مش بتاعتها. لما هو راجل بتاع ستات ومقضيها بيقول لي ان هو مش بتاع علاقات سابقه، ليه ليه عايز افهم؟ وايه يعني؟ كل الرجاله اللي ربنا خلقها في الدنيا بتكذب، وكل الستات عارفه ان هم كدابين وبيصدقوهم. ايوه يا سلمى، بس انا مش من دول. بقول لك ايه، خلينا دلوقتي في ابن عمك المجنون ده. انت من ساعه ما حكيتي الموضوع وانا جسمي متلبش. هو ممكن يطب علينا؟ بص يا سلمى، انا ممكن اسيب لك البيت دلوقتي حالا، نروح اي اوتيل اي داعي. يا الاستفزاز يا بنتي، ما انا خايفه عليكي زي ما خايفه على نفسي. الله، مستفزه. يا مامي مين؟ مش عرفني انا. مش عرفني. ما تقومي تفتحي الباب. لا واضح انك مطمنه على الاخر على فكره. طب ما نروح مع بعض نفتح الباب. لا انت تروحي عشان انا ابقى سليمه، عشان لو حصل لك حاجه انا الحقك على طول. بسم الله ما شاء الله، ايه الذكاء اللي انت فيه ده؟ شفتي؟ انا اللي هفتح الباب. يلا مش مسيطره؟ يلا يا مامي. ماشي. يلا. ماشي. طيب طيب، ما تفتحيش الا لما يرد الاول. بطلي جبن بقى. ده انا. مين؟ هو انت؟ مساء الخير، انا في شحمي ولحمي، وجايب لك معايا حالتي العاطفيه من ساعه ما اتولدت لغايه دلوقتي علشان ابرق نفسي. وانا جاي معاه عشان لازم يبقى في محرم. يلا روح انت بقى. انت عرفت الدور ازاي ده؟ انا سبتك وجريت على السلم. روح انت. خليك انت هتكلم مع الست شويه. اتفضل اتفضل. اتفضلوا اتفضلوا. خليك حلو انت هنا حلو. ما تبصيش هنا. اتفضل. انت بتجننتي رسمي ولازم تترمي في مصحه. مش بعيد تعمليها يا ميار هاني، وبرده هتجوزها. انت بنتي حد مسلطك علينا؟ ولو احنا وافقنا انك تتجوزيه هو هيرضى؟ هو بيحبني ويتمنى. على علمي ان هو طردك مرتين، مره من المستشفى بتاعته ومره من المستشفى اللي بتعالج فيها، مش هو ده اللي حصل؟ انتوا لسه بتراقبوني؟ ما انت لما تبقي بالمخ ده لازم يتحجر عليكي مش تتراقبي بس. ماشي ماشي يا ميار هاني، وانا موافقه، بس عايزين بقى نشوف في الاخر مين فينا اللي هيعيط. يا بنتي يا بنتي الله يهديكي، احنا مش اتفقنا نهدى شويه لحد ما الانتخابات ما تخلص، بعد كده اعملي اللي انت عايزاه. وانا قلت لكم مليون مره ان انا ماليش دعوه بالقرف بتاعكم ده. قرف؟ مسميه مستقبل باباكي ومستقبلنا كله قرف؟ انت عايزه تديني ليه؟ انا مش عايزه منكم حاجه، انتوا اللي عمالين تحاكموني. انت عايزه مننا ايه؟ احنا عملنا لك ايه؟ احنا اهلك مش اعداء، احنا موفرين لك عز ونعمه انت ما تتصوريهاش. نعملك ايه اكتر من كده؟ عايزاكم تبعدوني عنكم وعن حياتكم والعابكم ومؤامراتكم القذره دي. انا ما بقتش طايقاها ولا طايقاكم انتوا كمان. حلوا عني بقى. عفه انت يا بنت بندحلك. وبعدين يا ربيع هنعمل ايه مع الراجل ده؟ قولي هنعمل ايه مع بنتنا اللي بتضيع مننا كل يوم، واحنا ولا احنا حاسين بحاجة. سيبك منها، دي هتتكسر رقبتها وتتلم. اللي بيتكسر ما بيتلمش، بيتبعتر يا هاني. ده شكله تعدى من بنته واتجنن هو كمان. كان مستنيكي تحت المستشفى، معنى كده انه كان بيراقبك وفي خطر انك تبقي لوحدك. طبعا، امال احنا قاعدين مراقبين كده ليه؟ معنى كده زي ما راقبكم يبقى بيراقبنا احنا كمان. يلا اقعد اقعد. بيهزر عمي، بيهزر. بهزر بهزر، اصل انتوا ما تعرفوش اعملوا معايا ايه. اكلوني الشوكولاته كلها. انا اسفه قوي، انا مش عايزه اسبب لكم مشاكل اكتر من كده، عشان كده انا بقول يعني. لمار ما تكمليش خلاص، ما بقاش ينفع.
طيب ممكن نقوم نجيب حاجه حلوه؟ تيجي معايا. انا عمال اقول لك من الصبح حاجه حلوه. انا لك ادخل يلا يلا حبيبي. حاجه حلوه؟ هتتاخر عمي حافظ. جميل قوي يا عمو. جميل عمو. يلا 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 فين يا حبيبي؟ هنا. عمر مش عايزاك تتصرف اي حاجه هتقولها. انا لفيت وشفت وعرفت وقابلت ياما، لكن والله عمري ما حسيت زي اللي انا حاسه دلوقتي. واللي كانت نازله فيك احضان في المستشفى دي تبقى ايه؟ اللف بتاع زمان برضو؟ دي ايه؟ لا دي واحده مخها طائق، والله انا طردتها بعد كده شر طردها. عمر احنا يا دوب عرفنا بعض صدفه. دي مش صدفه، ده مقدر ومكتوب. انا بخاف قوي من الحاجات المستعجله دي. وانا راجل ما بحبش اضيع وقت. نقول مبروك. انت واقف عندك بتعمل ايه؟ بتفرج. طب ما تيجي نتفرج سوا. طب ما حلو يلا يلا. اصل متعب يا عمر، حطك في دماغه مش كل مره تسلم. تاني بصراحه يا عمر لمره عندها حق. متعب ده شكله شراني قوي، وبعدين كفايه اللي حصل لك منه. محدش بيموت ناقص عمر. ما تحرضهاش قوي يا ابطال، فكر كويس. اللي انا بفكر فيه دلوقتي حاجه واحده بس. حاجه ايه؟ اني بحبك وعايزه اتجوزك حالا. لا انتوا اكيد عايزين تجننوني. انت ايه خلاص مستغني عن عمرك؟ وكل ده عشان ايه؟ واحده لسه عارفها ايه؟ خلاص الحب قطع قلبك قوي؟ مت في البيت؟ انا هتجنن هتجنن. انت مش كل شويه عمال تسمعنا تبنى على الله تبنى على الله؟ وهي تبنى على الله مالها مال الموضوع؟ هو الجواز حرام كمان عشان نتوب عنه؟ الله بلا هداوة يا تينا، خلينا نسمعه. هداوة ايه بعد اللي سمعته منكو ده؟ يا لهوي لو شفت ابن عمها ده انا مش هخنقه، ده انا بالسكينه في كرشه. الله، طب وهي ذنبها ايه؟ ابن عمه هو المجرم، يبقى خلاص عمر يبلغ عنه ويامن روحه خلاص. يا سلام يا اختي، ولو عملها فيه تاني اعمل انا ايه؟ يا عمر ده انا ممكن اروح فيها. صح تينا صح، لازم تامن روحك الاول وبعدين ربنا يستر. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا مش عمالين تقولوا لي عايزينك تحب وتستقر وتتجوز؟ ليه لما يحصل كده بقى تكسروا مقاديفي؟ يا سلام، وانت هتستقر مع العيله المهببه دي؟ تينا صح، لازم تصبر شويه لما نشوف ابن عمها هيعمل ايه. وكمان تبقى ما استعجلتش وفكرت كويس. يا جماعه افهموني كويس، ده اول احساس بجد في حياتي، مش هسمح لحد ان يحرمني منه. غلط عمي. تينا غلط وانت صح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اه يا اخويا انت مالك رشاها فتحة على طول كده ليه؟ مش ناخد كده وندي مع بعضينا ونروح ونيجي قبل ما نتربت من لساننا؟ نعم نعم. الله عليك يا روح الغالية. مش برضو صلاح عجب؟ ايه ده، انت تعرفيني؟ القمر يعرفه هياما، بس هو يعبر مين؟ صدق انت فعلا بتفهمي. انت مين بقى؟ محسوبتك سعاد مش فاضية. سعاد مين؟ مش فاضية. ربنا يكتر أشغالك. إن شاء الله يخليك يا أخويا. وبتعالج عند الدكتور، والدكتور كان طلب مني أوراق كده هو، بس أنا سايبة ابني مولع نار في البيت. فوالنبي يا أخويا يدوبك ثواب، أول ما تشوفه قول له سعاد لما تبقى فاضية هتعدي عليك، وتدي له الورق ده في إيده. أمانة عليك يا سي صلاح، خدتك بعافية. سي صلاح، البت سعاد مش فاضية بتفهم ومسقفه قوي. انت فين يا بنت؟ انا خلصت علبه السجاير كلها يا بنت. الزبون طلع ايه خفيفه؟ اتهطل يا اخويا وريل على نفسه، رجاله سايبه بعيد عنا. ما هو داخل له مين برضه؟ غزال الليل. المهم لبس الظرف. لبسه يا حبيبي. بس عايز اسالك على حاجه. اسك يا اختي. مش المفروض ان انا اللي كنت اتفق معاه واسلمه؟ انا مبسوط قوي انك سالت السؤال ده. بص يا اختي بقى، فيرست هام الواد ده لسه خارج من حادثه، يعني لسه طاري كده، مش هتعرفي تلم عليها يزوخ. سكند هام، بيني وبينك حسيت انه ممكن يلعب معاك الدنيئه ويجيب لك الحكومه، فحطيتها قوه الدموخ كده ولفيتها كتير، قلت نلعب معاه كارت ارهاب الاول حبتين كده بس نلعب معاه الدنيئه. طب يلا بيني يا اخويا احسن يشوفنا. انت مالك يا بنت خايفه كده؟ ما تخليك سترونج يا بنت شويه. يا واد الواد هيشوفنا. يلا الباي ناطره النهارده مش عارف. ماشي يلا بينا. جاهزة؟ على الإقلاع. يلا يلا.
خير يا دكتور؟ والله هو الحقيقه مش خير خالص. انتوا كل واحد فيكم عنده مشكله تخلي عمليه الانجاب مستحيله. مستحيله؟ طبعا مفيش حاجه كبيره على ربنا، بس احنا يعني بنتكلم في حدود امكانيات الطب. طيب والعمل يا دكتور؟ يعني مفيش امل خالص؟ هو انتوا بقالكم قد ايه متجوزين؟ بقالنا سنه وشهرين يا دكتور. كده بقى مفيش قدامكم غير انكم تعملوا حقن مجهري. مفيش اي علاج تاني ينفع؟ انا قلت لكم المفيد وانتوا احرار. والعمليه دي تتكلف قد ايه يا دكتور؟ احنا بس نتبع العمليه الاول وان شاء الله مش هنختلف في التكاليف. كفايه بقى كفايه، انا مش مستحمل. بقول لك انا ممكن ابيع الذهب بتاعي كله. ذهب ايه بس؟ انا مش ده اللي شاغلني خالص. امال عمال تحسب ايه من بدري؟ عايز ياخد مني عينه في برطمان، تيجي ازاي دي؟ النبي انت مالك رايق قوي. يا سلام، دي مصيبه، انت مش فاهمه اي حاجه. تعالوا تعالوا. ايوه كده، فكيها شويه، عينيكي اصلا ورمت من كتر العياط. اعمل ايه؟ انت عارفه ان الدكتور قال لي ان انا مستحيل ان انا اخلف؟ ده الدكتور عوني مش كده؟ ايوه. وطبعا قال لكم عملوا عمليه حقن مجهري، وقال ان العمليه دي هتكلف فلوس كتير قوي ومش مضمونه. انا اختي عملتها مرتين وما نفعتش، لحد لما راحت اللي ايديه فيها الشفا. مين ده؟ ها يا دكتور، طمني ايه الاخبار؟ قول لنا الحقيقه يا دكتور بالله عليك، احنا خلاص استوينا. ايه يا جماعه، انتوا قلبين الموضوع جد ودراما كده ليه؟ الحكايه بسيطه. شكرا. بسيطه ازاي يا دكتور؟ ده الدكاتره كلهم قالوا لي ان انا مستحيل اني اخلف. ايوه يعني يا دكتور، وبصراحه في دكاتره يعني نصحونا بالحقن المجهري. شوف يا مدارس، في دكاتره بتحب تلجا على طول للحلول المباشره، وفي دكاتره بيحبوا يخلوا الموضوع طبيعي حتى لو في 10% نسبة نجاح. أنا من أبو 10%. يعني في أمل يا دكتور؟ إن شاء الله. إحنا هنبدأ بالعلاج، منشطات وحقن منشطة لحضرتك وعلاج لسعادتك وربنا يكرمك. دكتور، هو لو عملية الحقن المجهري دي مضمونة؟ يا إحنا ستي ممكن. أنت عايزة تكلفي الراجل وخلاص؟ خليه يجيب لك هدية بالفلوس دي يا ست أحسن. إيه ده؟ يعني قول يا رب. يا رب. إن شاء الله خير. على إذنكم. يلا بقى سمعونا أخبار كويسة كده. بالايام السوداء اللي احنا عايشينها دي، احنا ان شاء الله هنعمل حاجه على الضيق كده في البيت، ويشرفنا طبعا ان حضرتك تبقى موجود. اكيد طبعا هبقى موجود، بس يا رب بقى تقدري تحنني قلب الدكتور علينا وينوبنا من حب صاحبه جانب. صاحبه مين؟ قصدك الدكتور عمر؟ طبعا الدكتور عمر، احنا ورانا غيره، ما هو ليل نهار بيدافع عنه. لا دي حاجات انا ماليش دخل بيها. تعال تعال يا مرتضى، عايزك توزع حاجة حلوة على المستشفى كلها، عايز كل الناس تفرح زينا. ألف ألف مبروك. بقولك يا دكتور. ها؟ إيه بتقول إيه؟ نفس الاسم. في إيه يا دكتور؟ شوف صاحبك يا دكتور. خلاص. لا بقى في زمالة ولا شرف مهنة ولا حاجة أبداً. حضرته خد مريضة بتتعالج عندي وفهمها إن أنا بنصب عليها. مش معقول. عمر عمل كده؟ مستحيل عمر يعمل كده، دي مش اخلاقه. الكشفين بنفس الاسم. اتفضلي حضرتك تاكدي بنفسك. انك تعشق بجنون ده حالي معاك، خلتني اعيش ايام مليانه بشوق وغرام ده حالي معاك. اجمل احساس في الكون انك تعشق بجنون وده حالي معاك، أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بحنون بجنون. بجنون يا حيوان بجنون إنك تعشق. شكل المزاج عالي قوي يا قبطان، والغزالة رايقة. إيه ده قرف ده؟ كتك 60 نيلة فصلتني. لا مؤاخذة يا قبطان، أنا قلت بس أشاركك اللحظة الجميلة دي. شاركني اللحظة إزاي يعني؟ على أساس إنك خطيبتي مثلا؟ إحنا نطول يا دكتور
دي طول. انت كمان حمار ومش فاهم. ياد ما ينفعش يخرب بيت تحتك. لا مؤاخذه يا قبطان، اصل النهارده حوريه هبطت عليا من السما. حوريه؟ حوريه ولطشت لي بقين تولوني يا قبطان. بقين؟ بقين يا بيئه؟ وايه البقين اللي طشتهم لك الحوريه؟ قول. بصراحه اسمها انت كمان نسيت اسمها. اخلص يا ابني انا مش فضيله. يا سعاد مش فاضيه يا ابني الفاضيه. وانت افتكرت لما قلت لك مش فضيله؟ وبصراحه قبطان قول يا صلاح، سايبه المرسال ده ليك. مرسال؟ ايوه. مش بقول لك بيئه وفي ناس لسه بتبعت مراسيل. مراسيل مراسيل ولسه الحلوه عيونه ما بيجيش. ما بيجيش فين يا حيوان؟ الحلو عيونه مش حاسه. انت عمرك سمعت حاجه خاصه الفنان هاني شاكر؟ ايهاب توفيق. ايهاب توفيق. مراسيل مراسيل قول لسه الحلو عيونه مش حاسه. مش حاسه. ما تطلع يا ابني، ما تطلع يا ابني، هنقعد نغني. يلا نسكافيه بتاعك يا استاذه. نسي يا فاضل، انت على طول كده حاسس بيا؟ انا اهم حاجه عندي راحتك. الله الله، حضرتك واقف هنا وسايبني انا لوحدي. انا اسف انا رايحه. وانت بقى ايه حكايتك؟ هتفضلي شايله الهم كده كتير ولا ايه؟ مش عارفه يا سلام. عارفه انا بفكر في حاجه، يعني بقول اروح لبابا وخلاص بقى احكي له على كل حاجه. مش لوحدي، رجلي على رجلي، هنسافر له سوا. عمر وحشتيني. ايوه كده، فكيها شويه، ربنا يفكها عليكي وعلينا. بقولك ايه يا عمر، انت فين بقى من الصبح؟ كان عندي عمليات كتيره جدا جدا جدا. طب انت ما خفتش وانت جاي هنا ليكون متعب مثلا؟ متعب مين وشيكابالت مين؟ انا القبطان النووي. انت مجنون وهتجنني معاك. طب احنا ممكن نروح لوالدك امتى؟ الحكايه مش سهله زي ما انت فاكر. احنا عشان نتجوز من بره ممكن يحصل لنا مشاكل كتير. اي مشاكل انا قدها، اي مشاكل تحصل عشانك انا قدها. ايوه بس اصل عندنا عادات وتقاليد انت مش واخد عليها. اخد عليها واحبها وابقى حته منها كمان. حياك الله، بس انت خليكي معايا. فضل يا فضل. ايوه. وبعدين بقى مش تركز في الشغل احسن ولا ايه؟ حاضر خلاص، يبقى احنا نروح لبكره. ماشي ماشي، هستناك نروح سوا. ماشي حياك الله. هجيب لك قهوه يا دكتور. لا قهوه ايه، متشكر جدا، انا يا دوب الحق العياده، انت عارفه الزحمه قدامي اسبوع على الاقل. ماشي. عمر كلمني اول ما توصل. اكلمك قبل ما اوصل. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سليم، يلا حبيبتي يلا حبيبتي نركز في الشغل. يلا يا ماما. يلا يا ماما. مدام هلا خمس دقايق وحضرتك هتخشي. مدام دقيقة وحضرتك بعدها. تعيشي يا Thank you.
اللي قفل البتاع ده؟ الصوت وصل لاخر الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ لحقت تنزلي يا دكتورة؟ بتسلمات على الدكتور يا حنان. بيتك يا صلاح وقعت قلبي. قولي لي بقى كانوا بيقولوا ايه جوه؟ هو ده اللي مجنني، مش عارفه اسمع ولا كلمه واحده. يعني صوته الهيصه ده اللي كان عنده ده من جوه؟ امال انا واقفه هنا ليه؟ لما وريتك ما بقاش انا. ايوه ده اللي فالحه فيه. ها كل شويه. اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء النور. عايزه اقابل الدكتور عمر لو سمحتي. ثانيه واحده يا فندم، بس الممرضه تاخد البيانات من حضرتك. اسمع حضرتك ايه يا صلاح؟ انت ما عرفتنيش، انا لمار. يا خبر اسود فندم. لا مفيش حاجه. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا استاذ لمار. اتفضلي. تحب اجيب لحضرتك طب شاي؟ طب قهوه؟ طب حاجه ساقعه؟ طب اي حاجه؟ اتفضلي. ايه مالك 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 يا صلاح؟ انت مخدود كده ليه؟ لا مش مخدود ولا حاجه، اصل المفاجاه بس. خمس دقايق بس الدكتور عمر يخلص. ما قلتليش بقى تحب تشرب عصير ايه؟ شكرا، حسن لما ادخل. حاضر حاضر. استر معانا يا رب، استر معانا. مين دي يا صلاح؟ مش وقت خالص، مش طلباكي. انا عايزك تركزي مع اللي دخل الدنيا، عينك ما تروحش ولا يمين ولا شمال. فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا صلاح. استر معانا يا رب. خمس دقايق، ثانيه واحده. ابتزاز رخيص انا لا يمكن اقبله. يلا يا بت، يلا لمي حاجتك، يلا مش اطلعي بره بره، بدل ما انده الممرضين والعمال ويرموكي بره بفضيحه. يا اخويا تف من بقك، فضيحه ايه كفل الشر؟ هو لو انا غرضي فضايح كنت يا اخويا هجيب لك السي دي ده والفيلم القبيح ده تتفرج عليه لوحدك؟ لا ده انا كنت عملت منه سيديهات ياما وفرقتها على روح سمعه حضرتك. بس ايه بقى، الفضيحه هتبقى للركب. ركب ايه يا بنت انت؟ ركب ايه وفضيحه ايه؟ انت بتهدديني؟ بتهدديني يا سميكه انت؟ الله. اسمي باريزه. هو ده اسمي يا اخويا يتنسي؟ انت عايزه تفهميني ان الليله اللي انا دايخ عليها دي قضيتها بحالها عندك انتي؟ بس انا يا اخويا ما قصرتش، ولا قفلت الباب في وشك، ولا جبت شويه عيالي يرموك في الشارع، عشان تعرف بس مين فينا اللي بيسون العشره. عشره ايه يا احباب انتي؟ عشره ايه؟ دي ليله ومتسقطه اصلا من حساباتي. هي ليله بصحيح، لكن عندنا الف ليله وليله. الف عفريت اما يتهبب على دماغك انتي. وعربيتي يا بت؟ عربيتي فين يا بت؟ لا ده بقى انا ماليش فيه. مالكيش فيه ازاي؟ مالكيش فيه ازاي؟ مش لسه قايله لي دلوقتي انك ركبتي معايا؟ اه يا اخويا ركبت معاك ودخلتك بيتي وعملت العمله اللي دخلت مزاجي. بعدين يا اخويا المحمول بتاعك قعد يرن 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 يرن، كلمت الوليه اللي كلمتك قلت لها تيجي تلحقك، اصل انت كنت ضايع خالص، كنت هتموت مني. يعني كمان كمان انت كلمتي عفه وسلمتيني ليها؟ كلمتها انما سلمتك ده لا ممكن ابدا، ده انا جدعه جدا. طب يا جدعه جدا ماشي، يا جدعه جدا بحياه امك، بحياه امك يا جدعه لسلمك البوليس حالا. والنبي يا دكتوره يرضيك برضك تبوظ اخلاق الحكومه بافلام قبيحه كده. انت طلعتلي من اي ده يا بنت انت؟ طلعتلي من اي مصيبه؟ نعم. أنا آسفة يا دكتور، أصل الهنم مستناك من بدري. بدري إيه؟ مش شايفة معايا كشف؟ معلش يا عمر أنا آسفة، أنا اللي قلت لها تقولك. لمار. مش الست اللي بتكشف جوه كانت حاطة على راسها طرحة ولابسة نقاب؟ أيوة فيها إيه يعني؟ ولا هي حاطة طرحة ولا لابسة نقاب، قلعي. لازم تقلع، الله يعني هتكشف بهدومها؟ هتكشف في أوضة المكتب. إيه ده؟ فين الست اللي كانت هنا؟ دخلت للدكتور. دخلت للدكتور؟ للتكسودة. استرى معانا. كملت. ربنا معاك يا توبة يا اخويا. امال اللي انا بحس بيه ده يا دكتور ايه؟ عادي يا فندم، مفيش أي حاجة خالص إن شاء الله. مفيش حاجة خالص؟ إزاي بقى؟ ده أنا متضررة يا أختي على طول، وطول الوقت حاسة إن أنا مغاصة وموجوعة، موجوعة قوي. حضرتك هتمشي على العلاج ده ان شاء الله، وباذن الله هتبقي كويسه جدا ان شاء الله. كده يا اخويا من غير ما تكشف وتشوف؟ ان شاء الله بعد ما تشوفي العلاج ده حضرتك وتعملي التحاليل المطلوبه نبقى نعمل سونار ساعتها ونبقى نكشف ونشوف. يعني انا هرتاح البتاعه دي ان شاء الله؟ والنعمه
انا قلت راحتي على ايدك يا دكتور. الشافي هو الله يا فندم. لا مؤاخذة يا حبيبتي، ما انت برضو ست زينا وفاهمه عن ايه وجع ومغص ستاتي. ولا انت يا اختي ما دخلتيش دنيا ولا رجل بره ورجل جوه؟ نعم نعم الله عليك يا حبيبتي، شكلك كده يا اختي لسه ما دخلتيش دنيا، بكره يا اختي تغرزي زينا ودكتور عمر هو اللي هيريحك. طيب بالاذن انا بقى، انا سامع حاجه بتزن، يكون البتاع ده؟ البتاع ده يا اختي ولا بيزن ولا بيطلع اي صوت اصلا. ونشوف حضرتك بالاستشاره ان شاء الله. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه. هنشوف. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. الباب لبره يا فندم بعد اذنك. حاضر. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. تبنا الى الله. انما ايه المفاجاه الجميله دي؟ اتاري العياده منوره. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. عمر. نعم. ايه البنت اللي كانت قاعده دي هنا؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا حبيبي. انت عارفه حبيبتي دي عياده، والعيادات يعني بتبقى بتلم. انت عايز تفهمني ان البنت دي مريضه؟ طبعا. دي بشع. حصل. والجير. مظبوط طبعا. كده مش عارفه هي. طبعا. يا اهلا وسهلا. احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ ما تسيبك منها وقولي ايه بقى سر المفاجاه الجميله دي. يا اهلا وسهلا. زواج مبارك ان شاء الله. الف مبروك يا غازي. الف مبروك. مبروك يا دكتوره. الف مبروك. مبروك يا دكتوره، جوازه سعيده ان شاء الله. مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك. وهذا مفتاح راحتك. مبروك عليا اجمل عروسه في الدنيا. مبروك علينا احنا الاثنين. عمر انا مكسوفه قوي يا عمر، اصل ما اعرفش حد هنا. ولا تتكسفي خالص، دول زمايلي ولازم ابارك لهم. طب مش كنت تقول يا عمر كنت عملت حسابي كده برضو؟ تعملي حسابك في ايه؟ انت زي القمر كده. زي القمر. زي القمر. ما ده احنا مش هنطول. يلا تعالي. اخرت قوي معلش، الظروف هبقى احكي لك بقى بعدين. مبروك يا اخت صفا، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. ميرسي يا عمر عقبالك. ايه؟ لامار خطيبتي. انت لحقت. الف مبروك. الف مبروك. ميرسي. والله بره 114. اتفضل 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 اتفضل. مكانش ليها لازمة الكلمة دي يا غازي. عادي بهزر، وبعدين عمر واخد على كده. صاحبك شبك مع واحدة جديدة في لمح البصر. ابن المحظوظة. أنا عارف بيجيبهم منين؟ ده ما بيهمتش. على فكرة اللي قال ان الدوفر ما يطلعش من اللحم هو انطقي، عشان انا عندي طلع من اللحم. بس انا كان عندي ابن واد زي القمر ودمه خفيف، بس اختلفنا سوا. اختلفنا عشان هو بيقول ان انا ضيعت ورثه على الهلس. لكن انا ايه انت ايه؟ انا فعلا ضيعت ورثه على الحلس، بس فريدي حتى ضيعته. يوم يتخلى عني ويسيبني هو انه اللي اغلى، ان الفلوس ولا اللابتوب ولا الاب؟ الفلوس طبعا. صدقي ان انت واطيه. مش بجيب لك من الاخر. ايوه من الاخر، كل اول وله اخر. انا في الاول ضيعت فلوسه وفي الاخر
في الاخر تفتكري لسه في العمر اللي يخليني استناه. خلاص انت يا دوبك فرت الكعب وتفلس عنه. قومي يا كلبه قومي. ليه ان شاء الله قلت ايه انا بقى علشان في الاخر اشرب عليه ميه بعد كل وجع الدماغ ده بذكريات حكاياتك؟ تقولي قومي بلوشي ايدك على القبايك بقى علشان نبلع. يا محاسن الصدف اللي مش على البال. هو في ايه؟ تعالي بس امسكي. يا محاسن مبسوطة. الصدف اللي مش على البال. ارغي بقى. ممكن اطلب منك بقى طلب؟ امرني بس يا عيني انا مفتحه قوي مش هعرف. يا بنت ما تبقيش سافله مش اللي في دماغك. مجاني طوز من ايه؟ احكي لك حد؟ لا بصي ايدك خليكي قاعده معايا بس انا ما بحبش الوحده كده. يبقى حاضر. قفشتك يا جميل يا ابو الشقاوه. يا بنت انت جبله مش بقول لك قومي مش الصبح وانت مصممه قومي مش طايقه تجري. ماشي. ازيك يا انكل حافظ؟ انا هسبقك وانت هتحصلني صح؟ اكيد طبعا. العنوان سهل ما يتوهش وانت حفظته؟ لا طبعا قبيلة بني خزاعة سهل جدا. هسيبك انا بقى. لمار ايه عمر؟ ولا حاجة خلاص. انت كنت عايز تقولي حاجة؟ كنت عايز اقول حاجة. كنت عايز اقول لك انك هتوحشي عمر. لو كنت قلقان انت ممكن تفكر تاني ولو على بابا انا ممكن اقوله اي حاجة مفيش مشكلة. البنت البنخية دي يا بنت مخنوقة. ارجع فين تاني؟ خلاص ما اتفقت مع الراجل. عايزين نرجع تاني يقول عليا ان انا برجع في كلامي. خلاص اتدبسنا بقى واللي كان كده. ايه ده ايه ده ايه ده اتدبست؟ خفيف كده. اصلا انا خايفه من المشاكل قوي. ما تقلقيش ابوكي راجل حكيم وهيعرف يحلها. يا رب. تصبح على خير. تصبح على خير قوي خير كتير. يجيله مزيتين في ليلة واحدة. كمل بقى يا عمو. بلاش يا عمو دي. قولي لي يا زوزو. واد يا تقيل. هي دي. اسمها ايه بقى العروسة؟ اسمها فارة لارا لامار. اسمها لامار. واحد جوزها. يا صحيح عيلتها مش ولا بد واطية بعيد عنك لكن هو نوى وما دام نوى يبقى حينفذ يبقى حيتجوزها طبعا. وليه بتقول كده؟ بس انا عارفه بس بعيد عنك على الله الجوازة تتم. ليه بقى؟ كل ليلة فرح تحصل مصيبة. انا قلت له ده آخرة المشي الحلال. انت كنت كويس وماشي معايا آخر حلاوة والموزز علينا قد كده إنما تقول إيه بقى بيحب. قولي لي اللي وراكي دي اسمها إيه؟ يارا. يارا يا زوزو. يا ولا يا واد يا تيلي. هو انت برضو اللدغه في السين؟ لا يا زوزو. يعني اللدغه بتاعتك انت يا جميل. بقولك ايه يا عمو؟ طالما هتجوزها يبقى بيحبها مش كده؟ والله مش هو بيقول كده. هو بيقول كده وخلاص. ماشي يا عريس. ابقى قابلني اذا دخلت. وليله الدخله دي لازمها شغل كتير.
وتفكير واعداد، اعداد مظبوط، ونسيب التدابير على المولى سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. الراجل مننا، الراجل مننا اول ما يختلي بمراته، ايوه وبعدين تعبان قوي الاخ ده. اصله لسه خارج من شهر سجن. سجن؟ اقصد يعني شهر عسل. شهر عسل؟ خارج من شهر عسل وبتسال في ليله الدخله؟ ما هو لسه ما حصلش حاجه يا ابطال، دي كشه مني. كشه منك، قول لي ليه بقى؟ ليه؟ اقول لك انا ليه؟ لانك انت البعيد غشيم، غشيم، قول لي ليه؟ ليه؟ اقول لك ليه غشيم؟ لانك فاكرها ليله قلع وضلمه، تقوم العروسه تتخض منك وتكش وتتسرع، خصوصا لما يكون العريس شكلك كده. امال انا جاي لك ليه يا ابطال؟ دلني على الصح. صح ايه يا ابني؟ وانا دكتور تجميل. انا اقول لك يا سيدي الصح. الصح في المفتاح. الصح فين؟ في المفتاح. وايه هو المفتاح؟ المفتاح في الكلمه الحلوه. الكلمة الحلوة من الراجل للست تلين الحجر، تلين الحجر وتزيل الحواجز وتساهم، تساهم جامد في النجاح. يا عيني راسي وكلامك كله شفا، اديني في العدد. لف وانا اديلك. بس انا قبطان ليا استفسار صغير. استنى يعني. بقى انت عم المستفسر، شوف الواد ده طلب ايه حالا. ابو جليه اسود وابو جليه اسود ونضاره. اهو ابو نضاره اهو، خد اتنين شاي وواحد سحلب وست حجره. نزل له كمان حجرين وبعد كده من حقه يستفسر. انت عامل مينيمم شارجه. اتفضل اتفضل. انا يا قبطان عندي استفسار صغير. انا بقالي 5 سنين متجوز، ومن يوم ما اتجوزت مفيش ولا مرة حسيت ان هي يعني متفاهمة معايا. مش عارف اعمل ايه يا قبطان، اعمل ايه؟ اجيب لها افلام ثقافية؟ بطل هبل، معقول الكلام ده برضه حد يعمل كده؟ انا هجيب لك من الاخر. ما تفكرش في نفسك بس وانت معاها، لا فكر فيها هي كمان. شوف ايه اللي بيبسطها، شوف ايه اللي بيسعدها واعمله. ربنا، ربنا سبحانه وتعالى من نعمه علينا انه خلق جسم الست حساس. ليه؟ اقول لكم انا ليه؟ علشان المتعه تبقى مشتركه بينكم. فلو انت فكرت فيها زي ما بتفكر في نفسك هتلاقيها متجاوبه معاك لحد ما تجيب اجلك كمان. طبعا انت جابت اجلك من بدري، من قبل ما ايه؟ روح قبله يمكن توصل معاه الحل. قابله بتاع ايه بس؟ ولو قابلته هقول له ايه؟ قول له على اللي حصل، وانا متاكده انه هيساعدنا. انا لما قابلته حسيت انه مش وسخ، وعدني انه مش هجيب سيرتها ووفى بوعده. بنتك هي اللي راحت وفضحتنا. واحد غيره كان استغل الموقف، عشان كده بقول لك روح اتفاهم معاه. على فكره يا ربيع هو الوحيد اللي يقدر يخليها تتلم من ناحيتنا شويه. عايزاني اروح اقول له يربي لي بنتي؟ خليك ذكي يا ربيع، قول له البنت مريضه وان احنا غلبنا في علاجها، ولو حاولت تقرب منه يبلغنا واحنا نتصرف. عايزاني اقول له ان بنتي مريضه؟ وهي البنت اللي بتعمله معانا ده طبيعي؟ ما هو طردها قبل كده، عايزاه يعمل معاها ايه تاني؟ قال له يعرف ان في ناس بتساومنا على علاقتها بيه، وانا متاكده انه هيساعدك لانه جدع. شوفي بتعمل معانا ايه؟ ولا كأننا موجودين. مش بقول لك مريضة. والنبي لا تكون مفرقة الشربات على الحتة كلها. مش قلت لك يا قبطان خيرها في غيرها، وقضيها الناس لبعضيها، والحلو لما يهيز يلعب في القميص. وين راح؟ راح واللي جاي أحلى من نور الصباح. قسم يا معلم مرجان وهات ورقص يا بوزة بالزكاة. ولا 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 ده
لفه الصعايده بتقول ايه؟ يا حلاوه يا استاذ فندي يا ابن عم البرتقال. حلاوتك يا استاذ فندي يا ابن عم البرتقال. يا حلاوتك يا استاذ فندي يا ابن عم البرتقال. يا حلاوتك يا استاذ فندي يا ابن عم البرتقال. امشي يلا اخويا يلا اخويا كله يقعد مكانه. هات الكرسي يلا. اتفضلي يا معلمه. مالك يا قبطان في ايه؟ انا في مصيبه كبيره قوي. مصيبه؟ مصيبه ايه كفل الشر؟ ولا سيد؟ ايوه معلم. القهوه مغلقه للتحسينات. يلا يا اخويا مع السلامه يا اخويا. يلا حبيبي يلا اخويا يلا حبيبي ده هو يلا يلا عفانا. يلا اخويا قاعد ليه يا حبيبي يلا حبيبي. خير يا كابتن؟ هو الفرح كان يوم ايه؟ تاني؟ انت لسه بتدور على يوم الجمعه الضايع؟ ظهرت بشاير ظهرت بشاير وجات لي واحده معاها سي دي ليا وانا وهي واحنا واحنا يعني اوعى تكون صحتك وخدت معاك لقطه بلاتوس سخانه. لقطه ايه؟ بلابوس سخانه. بلابوس؟ ايوه بلابوس اللي هي اللي خدتك وانت بران يعني وانت بلبوس ومكشوف العوره حاجه زي كده. حلو القضبان نزل الملعب. ملعب ايه؟ والله العظيم توبنا الى الله والمصحف على عيني توبنا الى الله وحياه دمي يسيل زي الميه دي كده. انا مش حمل فضيحه زي كده خصوصا وانا داخل على دنيا جديده. البت دي اسمها ايه؟ باريزه فكه. ودي مين دي؟ مصيبه جديده واتحدفت على نافوخي. انت شفت السي دي بعينيك؟ هلس ومسخره. لو حد من اخواتي البنات يعرف حاجه عن الموضوع ده. لا لا هلس ما ينفعش. اديهوني انا اتفرج عليه. اديك ايه تتفرج؟ اتفرج على ايه؟ وانا واخدك الملاهي. ده انت معكوك عكه سودة. وايه اللي يخليك تروح اللي اسمها الامار دي؟ ما انا لو كنت اجلت يوم واحد كانت افتكرت ان انا خايف من ابن عمها، خصوصا انها خدت ميعاد من ابوها والراجل قاعد مستنيني. تقوم تروح الواحات؟ الله ده حب جامد بقى. انا مش في مشوار الواحات دلوقتي. ده ايوه اعمل ايه؟ ما انت لو خضعت ليهم هيستغلوا ده ويطبوا عليك كل يوم والتاني ويبتزوك. وده اللي انا قلقان منه. انت عارف انا لو اضمن ان هم ياخدوا الفلوس ويغوروا في 60 داهيه والله العظيم كنت خلصت. على فكره اللي اسمها عفه سالت عليك ومستحلفالك. عفه؟ ودي شفتها فين دي كمان؟ يخيبك سواقها. ما محتاج نطار قعر كوبايه مش تفتح؟ الهي ربنا يوعدك بقطر يفرمك ما يعرفوا لموا لحمك من على اي مزلقان. ما تحترمي نفسك يا بنت. في ايه؟ مدلدقه كده ليه؟ ده انا. مين؟ سعاده الباشا؟ معلش يا باشا العتب على الناظر اللي ما شافك اجهاله. مقبوله منك يا بت. اسمعي انا عايزك في حكايه كده. امر يا كبير. في عند الليله دي سهره خصوصي الخصوصي كنت محتاج حته طريه. وانا اجيبهم لك منين دول؟ انا والله لسه ما توبتش علشان اشتغل الشغلانه دي. يا بت انا عندي كتير كتير قوي بس القعده ما تحلاش الا بيكي. طالما هم كتير كتير قوي في عين العدو لازمتي انا ايه؟ انا عايزك مزاج امي كده. عايزك هتيجي ولا ربنا يكفينا شر ولا هتيجي يعني؟ ها بقول لك ايه يا باشا؟ ما تقول لي فين والساعه كام وامتى؟ الليله دي الساعه 12 بالليل. ماشي بس اوكي. ايه بس اوكي بس اوكي. ادي المفاتيح لأيوب يركب العربية. عيني اس اوكي اس اوكي. عم أيوب افتح اللي ما يتسمع. الله حكم القهوة يا باريزة. الراجل طلعت ايده طايلة قوي مادة لحد السطح. راجل وسخ ديله نجس وصحيفة سوابقه مليانة لتمة عينها. حقك عليا يا بنتي أني والله كنت رايد لك الخير. احنا اللي زينا يا عم أيوب ملوش الحق في أي حتة.
احنا عاملين زي كلاب السكك، اخرنا نهب في اللي رايح واللي جاي. لو طوبه من ايد عيل صغير تهشنا تخلينا نجري لغايه ما نفسنا ينقطع. ايه ده كلامك غريب قوي النهارده يا غزال. ياه غزال، غزال اتفكت برايز يا عم ايوب. انا نسيت الاسم ده من زمان، يا ريت تنساه انت كمان. كنت ناويه تقولي لخلوصي على المشوار اللي انت رايحاه النهارده ده؟ لا هقوله ولا هروح. لا فهميني بقى، انت ناويه على ايه؟ اقول لك يا راجل يا طيب. قول. انا يا عم ايوب استحمل من الدنيا مرمطتها ومن الناس بهدلتها، لكن كله بمزاجي، انما بالغصب ده لا ممكن ابدا. اهو ده الحق اللي لا يمكن استحمله ولا اقبله حتى لو على قطع رقبتي. ايه اقولك بقى؟ تعالي هنا معايا بقى وفهميني ربيع رجائي ايه اللي جابه هنا عندنا. ما انا بقى جايباكي عشان تعرفي وتعرفيني. نعم يا اختي. لا الزره دي فيها حاجه صح؟ ارحمي نفسك بقى يا تينا، هو انت كل حاجه تاخديها على الحامي كده؟ مش جايز تبقى مصلحه؟ وبعدين احنا نكره ان واحد زي ده اصلا يعرف اخوكي. مصلحه ايه ونيله ايه؟ انت يا بنت بتتكلمي في كلام كبير كده ليه؟ دماغك دي رايحه فين؟ دايما تروح شمال شمال بقى ولا يمين مش مهم، المهم المصلحه تتقضي. مصلحه ايه اللي تتقضي؟ انت عاجبك حال اخوكي؟ اخوكي بقى له يومين ما بينامش وعينيه كده فيها حاجه مش طبيعيه، هو قلقان من ايه؟ الله، مش عريسه على وش جواز يبقى لازم يقلق. بت ايه انت بترصي كده ليه وبتعملي كده ليه؟ وازاي اساسا تتكلمي في المواضيع دي؟ ها مش احسن ما اتكلم فيها مع حد غريب يا تينا؟ بس وبطلي ادب والله العظيم. خلاص خلاص بهزر بهزر. المهم بقى انزلي اعرفي الراجل ده عايز ايه بس، والنبي تيجي تقولي لي هيكون عايز ايه منين الراجل ده. انا مش عايز اكتر من كده، بنتي الوحيده يا دكتور بخاف عليها قوي، ولو انت ساعدتني في الموضوع ده هعتبره معروف وعمري ما هنساه. هو انت خايف على بنتك ولا خايف من المشاكل اللي هتسببها لك وانت داخل على انتخابات؟ ما تنساش يا دكتور ان المشاكل دي انت جزء منها. انا ماليش اي علاقه بيها، انا حتى لما هي جات لي قبل كده انا عارف انك انت طردتها، وانا عارف انها هي بتطردك. عارف؟ طب ما انت عارف جاي عايز مني ايه. في ناس صوروها وهي بتجري وراك في المستشفى وانت بتهرب منها، و هي كمان اتصورت؟ على دي شوطها بقى. يعني ايه؟ هو في ناس تانية اتصورت؟ تبنى الى الله. كمل يا ريس. في ناس بيساوموني بفضيحة، وخصوصا بعد حكاية اعترافها في القضية بتاعتك. بص يا استاذ، المدام بتاعتك لما جات لي قلت لها انا ما بفضحش حد، ولما بنتك قالت وانت كذبت انا سكت. انا برضو ليا سمعتي وبخاف عليها، خصوصا اني هتجوز قريب. وبنتك؟ بنتي مريضه يا دكتور، وانا غلبت معاها. عفه مريضه؟ مريضه ازاي؟ واضح ان اعصابها تعبانه، وانا صحيت عنها وبشتغل في السياسه والانتخابات، واصبحت في وضع صعب قوي السيطره عليه، وعشان كده انا بلجأ لك. انا برضو مش فاهم انا ايه المطلوب مني. يعني عايزك تساعدني اني افلت من الناس اللي بيساوموني بعلاقتها بيك. المرحله دي انا ما اقدرش استحمل اي فضائح، واكيد انت مقدر يا دكتور. انا مقدر يا فندم، بس انا اعرف الناس دي منين؟ انا ما اعرفش حاجه، وطلب يقعدوا لوحدهم سبتهم. اللي نفسي اعرفه هو يعرفه منين اصلا؟ ما هو ده ابو البت اللي اخوكي كان بايت عندها في الليله اياها. انهي الليله دي اللي مش فاكر منها حاجه؟ ايوه هي الليله دي. أما حافظ أرجوك فهمني، اشمعنى يجيله دلوقتي بالذات؟ اشمعنى؟ ما هو عارف إن أخوك ناوي يسافر الواحات، أما حب يجي ويلحق. يلحق إيه؟ هي بنته بايرة ولا هو راجل قليل؟ أصل البت بيني وبينك واقعة في أخوكي ودايبة. حاول ولا قوة إلا بالله. هو كده يا عمر دايما كل جوازة يطلع لك فيها عفريت. عفريت إيه؟ كفاية مشكلة السي دي. إيه؟ سيدي سيدي ايه؟ انت قلت سيدي دلوقتي؟ انت قلت. انا ما قلت سيدي. ايه يا عم حافظ سيدي ايه؟ انا بجيب سيرة سيدي. بتقول عليه لا انت قلت سيدي. سيدي ايه؟ ايوه 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 صح، انا قلت سيدي صح، انا قلت سيدي. سيدي فين اللبن؟ اهو اللبن سيدي. اصل اخوكي كان عنده سيدي مهم جدا مهم جدا، وضاع منه وضاع منه، وبعدين هو قاعد يدور عليه مش لاقيه بقى. انا قلت لكم البت دي وشها نحس ما حد صدقني، وادي بشايرها. هيت بقى هيت هيت. وانا عكيت ولا ايه؟
عكيت. معقول كده من اولها هتسيبني وتقعد لوحدك؟ معلش يا حبيبتي، ما رضيتش بصراحه ازعجك. مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ مخنوق يا صف، مخنوق قوي. من اولها اتخنقت مني؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي. اكيد مش منك، مخنوق من ظروف السودا. ظروف تاني يا غازي؟ ما قلنا نصبر. ما احنا لو صبرنا هما مش هيصبروا. هما مين؟ ناس كنت ماضيلهم وصولات ايام حكايه البورصه و... ويطالبوني بيها دلوقتي. وصولات؟ وصولات ايه وليه؟ مش مهم بقى كل ده، مهم انهم هيقدموها للنيابه. نيابه؟ يا خبر. وهتعمل ايه؟ هتسجن طبعا. اساسا بفكر ابيع عربيتي عشان اعرف ادبر اي مبلغ. هو المبلغ كام؟ 300,000 جنيه. ياه. طب اسمع، انا معايا 150,000 في البنك وممكن اتصرف في الباقي. الو، ايوه يا باشا، انا كنت عايزه ابلغ عن شقه مشبوهه. ايوه يا باشا، دول عندهم سهره وجايبين نسوان ورجاله واخد مليطه فوق بعضيهم، ده غير بقى الضرب اللي على ودنه. صاحب الشقه اسمه نيازي بيه. اعتبرني يا باشا فعله خير ولا مرشده؟ اه طبعا، هديلك الميعاد والعنوان كمان. في ايه يا عمر؟ وداخل علينا بالطريقه دي ليه؟ ما توصل بيك الوقاحة انك تتعامل اللي انت بتعمله ده، يبقى دي الطريقة اللي عاملك بيها يا عوني. لا 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 لا، انا لن اسمح انك تخرس خالص يا ديل الكلب. انت بتقول ايه؟ اخرس. حاضر. في ايه يا عمر؟ اتكلم. اسمع يا عوني، انا عدت لك كتير قوي وانت فاهم وانا فاهم، انما ما توصل بيك القذارة انك تروح تساوم راجل على صورة البنت معايا، يبقى انت جبت اخرك يا عوني. اكيد في حاجه غلط. انا كل انت لو ما تلمتش من ناحيتي وشلتني من دماغك، اقسم بالله اقسم بالله يا عوني لكن سجنك. مفهوم؟ ماشي. ده موبايله مقفول، هيكون ايش اللي صار معاه؟ هل اعصابك بقت خفيفه ليه؟ الغايب حجة وياه. هو قال لي ان هيجي اليوم يكون جرى له حاجة. ايه مالك يا ابوي؟ بتبص لي كده ليه بس؟ مش مصدق انك كبرتي يا نوار وبقيتي تحبي كمان. عارفة يا نوار انا ليش فخور بيكي؟ ليش يا ابوي؟ مش عشان اتعلمتي ودخلتي الجامعه وتوظفتي كمان، لا، عشان لساكي شايله جواكي بنت الوحاد ومحافظه عليها. هذا وشم جوايا مش هيطلع الا بالدم. ربنا ينور طريقك يا بنتي. الحق يا عم الشيخ عرفان، الحق يا عم الشيخ عرفان، الحق يا عم الشيخ. في ايه يا ولد؟ متعب، متعب زهر في البلد وشكله ناوي على الشر يا عم الشيخ. ايه؟ استر يا رب. انا بصراحه مش عارفه ايه لزوم المشوار اللي انت جايبنا فيه ده، ويعني يا ريت هي كانت فينا يا حبيبتي.
60 احنا يا دوب رايحين لسه نقرا فتحة. انا حاسس ان ربنا اخيرا رضي عني وقبل توبتي واكرمني، عشان كده هيكرمني ان شاء الله ان شاء الله بلا مرة. مرحب يا عريس. انت طالما تعب زهر يبقى اكيد يدبر لي شيء. لو لمس حد فيهم يبقى موته مش كفايه. شيخ عرفان، شيخ عرفان، في ايه يا واد؟ متعب خد رجالته وطلع على الطريق. ايه راجل؟ امر عمي. حضر الرجال. امرك يا عمي. استنى يا ابوي. ايه يا رمان؟ رجلي على رجلكم، مش هقعد استنى هني. يلا يا ابوي، يلا يلا انزل. عمر اوعى تنزل يا عمر، ما تسمعش كلامه. ما تخافيش يا كابتن عمر، ما تخافش. ده ايه يا نهار اسود؟ اقفل الابواب كلها من جوه. يا نهار اسود عمر، تعالى عمر. نعم خير. بدي اعرف ايش اللي جابك لغايه عنا؟ وانت مالك؟ مش شغلك؟ لا هذا شغلي. اقول لك خذ اللي وياك وارجع مطرح مجيد. ده لو كنت خايف على حالك وعلى روحهم. وانا مش بنقول من هنا الا ما افهم انت اللي عايز ايه. وهتفتكر ان الحاجات دي بتخوفني. شغل العصابات والبلطجه ده ما بياكلش معايا ولا بيهتني. نعم افتح الطريق احسن لك. تبقى انت اللي جنيت على روحك يا ولد النواب. اتعب. يوه ما حدش فيهم بيرد. انا ابتديت اقلق بجد عليهم. انا قلت لهم ما يروحوش المشوار ده. ما انت عارف عمر لما يحط حاجه في دماغه ما حدش يقدر عليه. حتى تينا سمعت كلامه المره دي وعملت اللي هو عايزه. هي طول عمرها بتسمع كلامه، ما بتكسرلوش كلمه. تقوليش امه بتعامل ابنها. جربي تاني، جربي تاني يمكن يردوا. يا نهار ابيض، دي الموبايلات اتقفلت بجد. ما هم في صحراء، جايز ما فيش شبكه. وبعدين يا عم انا ابتديت اخاف بجد، انا خايفه يكون جرالهم حاجه. فلا الله ولا فالك، بعد الشر ان شاء الله خير، ربنا يجيب العوام سليمه. سليمه ازاي بس والحكايه ابتدت برصاص؟ انا حاسه ان الجوازه دي هتجر وراها مصايب قد كده. طمني خير ان شاء الله يا رب. انا دمي نشف وبترعش وكنت بموت في جلدي. احنا اسفين قوي، اسفين جدا. شفت يا بابا؟ مش قلتلك؟ قلتلك متعب مش ناوي على خير. متعب؟ هو ده متعب ابن عمك اللي كان ضرب عليا نار؟ هو يا عمر. عيل طايش كل همه يتجوز لمار، يعرفش يتكلم الا بالدم. هو اللي ما يعرفش اللي يتكلم الا بالدم. ده اللي هو اللي ضرب عليك نار؟ هو يا حبيبتي. هو يا حبيبتي؟ ايه البساطة اللي انت فيها دي؟ ومبلغتش عنه ليه عشان توديه في 60 داعي؟ فيها؟ انا برضه اعمل كده. ايوه تعمل كده. ازاي؟ ده راجل طيب وابن اصول. شكرا يا عم الشيخ. الحمد لله. بس انا مش هسكت بعد اللي عمله النهارده. مش هسكت. متعب ما يقدرش يهوب هنا. الرجالة كلها واقفة له وانا اولهم. يا شيخ عرفان. ما تيجي نخلع بجلدنا. مفيش داعي من الجوازة دي يا اخوي، انا مش مستغنية عنك. ابوس ايدك. في ايه يا تينا؟ في ايه؟ خف. شيخ عرفان، انا جيت لك لحد هنا علشان طالب ايد بنتك لمار، ولو قابلني حط ايدك في ايدي. الله يبارك فيك يا تينا، ربنا يخليك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. قلت ايه يا شيخ عرفان؟ انت كل يوم بتكبر في نظري. ايش قولك يا عروسه؟ القول قولك يا ابويا الشيخ عرفان. يا راضي امرك يا شيخ. دق الطبول. طبول ليه؟ هتعلنوا الحرب؟ لا لا، ده بيتخن صوته عشان متعب يخاف لو قريب ولا. آه. بارك الله فيك. انت بتقولي حاجه يا ست هانم؟ قولي له بقى.
وإيده كنت بتقول إيه؟ كانت بتقول ما شاء الله قاعدة جميلة والعروسة يعني والأستاذ سراق هيجنن ما شاء الله. ما شاء الله. لا أنا بقول ولا حاجة، أنا بس كنت بقول يعني إني أخته وعمه مش لازم برضو يفرحوا فيلا عظيمة زي اللي إحنا فيها دي. الكل هيفرح بالعروسين في مصر، إنما الليلة ليلتنا، لازم نفرح والبلد كلها تفرح لأجل ما نسد الطريق على متعب وشره. يلا يا راضي دق الطبول. اتفضل. تاني طبول دي جاهزين يا شيخ، وهتبقى احلى ليله، ليله زي الفل ان شاء الله. مش داخلين غزوه، لازم طبعا. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا بنتي. مش تبوسي العروسه؟ اه لما يدق الطبول. بقول لك ايه يا ربيع، مش عايزك تطبطب عليها زي كل مره، البنت زمامها فالت ولازم لها رابط. انا بقول لك اهو، ارحمي نفسك شويه وحاولي تفتكري انك ام. اهي طبطك دي هي اللي مخليها عامله فينا كده. بنتك بتمر بازمه نفسيه ولازم تقفي جنبيها. وانت بتمر باخطر مرحله في حياتك لازم تركز فيها، دي فرصه يا ربيع ومش هتتكرر. فرصه ايه؟ انا بكلمك عن بنتك. وانا بكلمك عن اخطر مرحله في حياتك، لازم تدخل الانتخابات وتنجح كمان. الله يقطع السياسه واللي عاملاها فينا السياسه. السياسه دي اللي مش عاجباك يا حبيبي، مخلياك نجم مجتمع وبطل قومي الناس مستنياه. حتى لو كان على حساب بنتك؟ حتى لو كان على حسابي انا شخصيا. يا شيخه ده انت فظيعه قوي، اوعي كده. فوفا فوفا. ربيع ربيع ربيع. هلا فوفا. ميار الحقيني يا ميار. ايه فوفا؟ بابا عليها الحقيني. تعالي تعالي شيلي معايا. حسرين اوف حبيبتي. انتي اللي فيه ايه؟ وقعتي قلبنا. كان مغمى عليك يا حبيبتي. مش عارفة دماغي لفت، ما حسيتش بالدنيا انت وقعت. كلمي دكتور. بس نفوقها الاول. دكتور ايه دلوقتي؟ هو ايه الواحد ما يعرفش يعتمد عليكي في اي حاجة. انت كل حاجة ترميها عليا. يا جماعة مش عايزة دكاترة، انا كويسة خلاص. خلاص بقت كويسة، ما تفوتش على البنت. طب بس على شرط مفيش خروج النهاردة. مش هخرج، انا هنام، عايزة انام. يلا يا ربيع يلا سيبها تستريح. بيبقى. نامي نامي وارتاحي، مش عايزه اي حاجه. عايزه انام بس يا بابي، سيبني. خلي بالك من نفسك. اهو انت كده بقى حطيت رجلك في عش الدبابير. وطي صوتك يا عم ايوب، هتفضحنا ولا ايه؟ يا بنت انا خايف عليكي، هيأذوكي ده ناس مفتريين. اديني فشيت غلي وخدت لك بطارك. يا بنت انت ايه؟ قلبك ده حجر صوان، ما تهبيش حاجه ابدا. ويهاب من ايه يا حسره وهو ميت من زمان؟ مش هيسيبوكي. ربك ما بيسيبش حد. واديني متشعلقه في رحمته، يمكن يتوب عليا من الهم ده. بس يا مريضه انت بك في ايه؟ تعالى هنا بك. ليه؟ انا بصحيح ان انا سمعته ده. سمعت ايه يا خلوص؟ الاستاذ الافندي نيازي اتفور الحكومه عكشته. راجل دي لو نجس واخرته لازم تبقى كده. يبقى انت صحيح اللي عملتيها واللي سمعته بحقي وحقيقي، فورت الراجل وطهرت لنا سبوبه. هو انت يا اخويا ما بتسمعش سبابيب؟ ما تحل عني بقى. الله الله الله. ده بنت ده دانيلو لانجوج ولا ايه؟ يا ابني طول بالك عليها شويه. رايح انت اعمل حاج انت جوم اوفر اساسا، خلينا نشوف نظام الست باريزا ايه؟ نظام ولا دياول ويا خلوص، واعمل لك رخنه في ليلتك دي. انت بتشوحي لي يا بت؟ واضبط في المره رقبتك كمان، انت يا اخي اشتريتني؟ اشتريتك يا روح امك ودفعت حقك مقدم، ولا نسيتي؟ عايزك يا خلوصي. عايزك توفيق كده يا روح امك لنفسك وتعرفي انت ايه؟ يا ابني استهدى بالله كده، ما تخليش الشيطان يخش بنات. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ الشيطان عامل معايا يا ابونيه، ولو احتجتك حاجه رنني. رايح انت بقى. بالراحه، بالراحه يا راجل يا خلوص. طب بص بقى بنادي بالراحه يا روح امك، لو ما تلمتيش لكم مشرحك بالمطوه اللطيفه دي ومعلقك على باب الجراج ده زي الذبيحه. يوه
وانا كنت عملت لك ايه بس يا خلوصي عشان كلاتك؟ ايوه تعالي لي كده في الناعم. يلا بقى روح امك قومي عندنا شغل يا امي. انت بصي لي كده يا بنت، صوريني يا بنت صوريني وعليني برواز من حاجبك. معلش يا بنتي روحي شوفي شغلك. حاضر اديني جايه يا سي خلوص. اه مش هنتبطر على اكل عيش ده حتى يبقى حرام. يلا يا اختي ربنا ما يجعلنا رفاصين النعمه. ايوب جيم اوفر اخويا. ملعونه دي لقمه ملعونه والله. وجارتي اللي من سني جايه وتشتكي مني. جارتي اللي من سني جايه وتشتكي مني. ويقول يا هلا الله حوش الصبي عني يابا حوش الصبي عني. جارتي اللي من سني جارتي اللي من سني جايه وتشتكي مني. ويقول يا هلا الله حوش الصبي عني. من تحت اللي التفكير عليها كيف الريح نطير ودخل تحت اللي التفكير عليها كيف الريح نطير ونحلم بيها ليل نهار ونحلم بيها ليل نهار نحلم بيها ليل نهار نحلم بيها ليل نهار نحلم بيها صبح وليل شعرها كيف الليل طويل ونحلم بيها صبح وليل شعرها كيف الليل طويل ملوي حواليها امطار. ماشي السر اللي بتسويه البلد كلها هتقف ضدك. ماني قادر اتحمل. انا ابن عمها انا اولى بيها. وابوها راضي عن الجواز ما حدا يقدر يقف قصادها. هتربك الدنيا على اللي فيها. ما حدا هينضر غيرك يا متعب. ايش يا دهشوري تبين اتركها له ياخذها مني. الصبر الصبر والايام ما في اقرب منها. يا ويله مني دكتور الحريم هذا يا ويله. I'm not.
تايوتا فوق العلوة ناضية حلاوة حلوة كعب البتريال مدور ويا ما خالق يا ما صور كعب البتريال مدور ويا ما خالق يا ما صور الله واحد الله واحد الله لا يشمت فينا حر الله واحد الله واحد الله لا يشمت فينا حر والتكسي اللي جاي من الحمام عليهم نسا من قدام التكسي اللي جاي من الحمام عليهم نسا من قدام وكعب البتريال مدور يا ما خالق يا ما صور ابو تايوتا فوق العلوة ناوية حلاوة حلوة ابو تايوتا فوق العلوة ناوية حلاوة حلوة الله واحد الله واحد الله لا يشمت فينا حد الله نور رجال حياك 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 مين؟ غازي غازي انت هنا؟ ايه ده؟ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Safwa Happy birthday to you غازي سيبت لي ركبي كل سنة وانت أجمل صفوة في الدنيا انت عملت كل ده امتى؟ بصراحة بقى استغليت انك نايمة وجهزت كل حاجة بس هي السكينة اللي وقع دي بوظت الدنيا كل ده علشاني؟ بس انا لسه عيد ميلادي بكرة يا حبيبتي ما احنا بقينا بكرة الساعة عدت 12 بعدين ما ينفعش ما بقاش اول واحد يقولك كل سنة وانت طيبة انت طيب يا حبيبي بجد مفاجأة تحفة طب يلا يلا عشان نطفي الشمع وانا بلبس البيت كده يا حبيبتي انت حلوة في اي لبس وفي اي حتة وبعدين بكرة بقى انا عازمك على سهرة هتلبسي فيها احلى فستان عندك لكن النهاردة هنحتفل بيه لوحدنا وفي بيتنا يلا يلا بقى نطفي الشمع تتجنن في كل حاجة ده انت اللي جننتيني من ساعة ما شفتك ميرسي يا حبيبي يلا هشغل لك بقى أغنية عشان تطفي عليها الشمع يلا واحد اثنين ثلاثة سنة طيبة مش هنعمل الكلام ده ولا ايه؟ ترش عليها على طول اتجوز؟ بعد ما ولنا ليلى ما يعلن بيها الا ربنا والله يا اخوكي ده دماغه طقه على فكره على الله تكمل بس لحسن ده كل جوازاته بتقلب بمصايب بتدوري على حد؟ ها؟ بقول لك بتدوري على حد؟ لا عادي صباح الخير ازيك يا كابتن علي صباح الخير يا انسه سما هاي بقالنا كتير ما بنشوفكيش معلش اصل ما بحبش التنس يعني بس احنا نحب نشوفك دايما ما تيلا يا بنتي هتغيري هدومك ولا هنبات هنا ولا ايه؟ ثواني يلا ثواني هغير ونتحرك ده ايه ده؟ غريب قوي استني بس انا عايز اتكلم معاكي في حاجة يا كابتن؟ بصراحة في ايه بقى ان شاء الله احب اعرف يعني عايز اتكلم معاكي اعرفك اكتر وتعرفي حيلك حيلك ده اصل انا فاضيالك يعني هو كل اللي انا اعرفه عنك ان انتي مش مرتبطة بحد صح؟ هو لحد دلوقتي بس يمكن بعد شويه ايه ده بجد يعني ممكن لا كفي عليك قوي كده انا بايش لا استني استني ايدك معلش سوري انا اسف بس اديني فرصه اتكلم معاكي هنا قدام صحابك وقدام نهى انت عندك حق طب انت تحبي نتقابل بره عندك عربيه لا للاسف معلش طب خلاص استناني بكره على الكورنيش قصاد ماسبيرو في نفس الميعاد ده ماسبيرو اشمعنى المكان الغريب ده تراوى طب احنا كمان ممكن بالمره ناخد فلوكه ده بجد طب ولا هزار ولا انا مش فاهم جرب وانت تشوف يلا باي ايه ده ده انا كده اطمن على البلد ما دام رئيسها رياضي انت مين معقول نسيتني بالسهوله دي انت اخت الدكتور عمر سما اسمي سما وسموني كده عشان محدش يقدر يطولني عايزة حاجة محددة يا سما؟ عايزك تحصلني ده لو تقدر
سلام مكان يا سلام. البخار ده يا عمي كأنه بيغسل البني آدم من بره ومن جوه. بالذات لما يكون داخل على دنيا جديدة بقى، دنيا فيها استقرار راحة بال. ربنا يرزقك بالزوجة الصالحة. يا سلام يعني مرصصتين في شنك. يا سلام لبستك في الجوازة. رصصتني ايه ولبستني ايه؟ انا بحبها فعلا. لا عم وابطال ده انت مالكش غرسة. والله العظيم بحبها، والله بحبها. يا سلام انا حاسس زي ما يكون ربنا استجاب لدعائي، زي ما يكون كانت ابواب السماء مفتوحه لي. يا سلام حس كده كمان ان ربنا حس اخيرا اني تبت الى الله. يا سلام يبقى ما فيش داعي تبص عني سوين. اعمل ايه بقى؟ فاهمني خزقها يعني. خيالي جامح. يا سلام على الجموح. خلاص انا نصحتك. طبعا انك عمي وانا ابن اخوك ويمين انصحك ويلزمك حته شمال تسخن بيها بالفرح. انسى نصايحك اللي مبوظالي كل جوازاتي دي، ارحمني منها بقى علشان انا في مصيبه وانت مش حاسس بيها. مصيبتي تاني؟ قصدك اليوم الضيع؟ يوم الضيع ايه يا عم الصغير ده؟ السي دي. صحيح انت عملت ايه في الحكايه دي؟ عامل ايه يعني؟ اديني مستني لما يكلموني. وهما لسه بيكلموك؟ هيكلموني ازاي يا عمي وتليفوني كان مقفول؟ قلت لي كنت قافل تليفونك. الله الله، خش عليا في الكنافه. خش ايه يا عمي؟ انا كنت قافل التليفون عشان اخلص الجواز الاول وبعدين ابقى افتحه وفوق لهم. طيب قول لي، هو انت كنت بتعمل ايه بالظبط في السي دي؟ فضايا. يا عمي ده هو ده يعني اللي يهمك؟ هو ده اللي همك في الموضوع؟ بقول لك في مصيبه، والله العظيم في مصيبه. خلاص لقيتلك الحل. والنبي عارف لو السجيله وقفت العروسه فضل الله ولا فعلك. يا اخي حرام عليك، يا اخي حرام عليك يا اخي. انا اصلا ركبي سايبه مخبطه في بعضها ومش عارف انام. ده غير ابن عمها اللي مش عارف راخر هيعمل لي فيها ايه ده. لا عيني عليك يا عمر يا ابن اخويا. ده انت مقفله معاك زي الضمنه قوي. عارف التوتر اللي انت فيه ده؟ ده لوحده توبه. خير الله ولا فعلك يا اخي، خير الله ولا فعلك. يا رب يكونوا عرفوا يوصلوا لحاجه. هما مين؟ كنافه ايه؟ ده في المهلبيه، مهلبيه. وحشين يا ندله. خلاص عملها دكتور عمر وخطفك مننا ولا ايه؟ تخيلي كان يوم جميل قوي قوي قوي. هو صح ابتدى بقلق بس خلص على حاجه حلوه ما كنتش عارفاها خالص. اوعي تقولي ان ابن عمك عمل حاجه؟ عمل حاجه؟ ده عمل بلاوي سودة. بتهرجي؟ عمل ايه؟ فضل فين الحاجة الساعة يا ابني حلاوة عروستنا؟ نعم. انت يا ابني رحت فين؟ فين الساعة بقولك؟ حاضر. يلا بسرعة. فضل استنى. هو انت زعلان من حاجة؟ ابدا يا استاذة، ده احنا حتى يعني المفروض نبقى كلنا فرحانين لك. عايز اقولك على حاجة مهمة جدا. انا بحبك قوي. ايوه بحبك قوي زي اخويا الصغير بالظبط. وانا كمان بحبك قوي زي اختي. مش عايزه اي حاجه تعكر الاحساس الحلو ده بينا. ماشي ماشي، راح اجيب الساعة. ماشي. 15 راحت. يا ولية تعال، يا ولية تعال، والله العظيم ارمي عليك اليمين. اوعدني ده هو. الحقوني يا ناس، الحقوني يا خالد، الحقني يا دكتور. هتقول لي دكتور كمان؟ والله العظيم بقول لك ايه، ما تسخنش قوي كده. الحقني يا عم، الراجل ده عايز يوديني للدايه تولدني، مفتري عايز يموتني. دايه ايه بس يا سيدنا؟ ما توديها المستشفى. لا مستشفى لا، مرضي ما تكشفش على حد. حد مين يا عم الحاج؟ ما الناس كلها بتروح المستشفى عادي يعني. مرضي ما تكشفش على راجل واصل. راجل ايه؟ دول دكاتره. ولو
مراتي ما تكشفش عن حد وانتهى هي اللي تولدها. يا عم صلي على النبي كده واهدى وروق بس، صلي على النبي. طب ايه رايك توديها عند دكتوره؟ بلاش دكتور. بلاش ضمني، ما يمكن عندها تمرجي ولا واحد يشتغل عندها. ما بقول لك ايه، اديها هي اللي تولدها. لو شنكتني الدايه مش هتلمسني ابدا. والله لو ما مشيتي معايا دلوقتي تبقي شايفه في ايه؟ الحقني يا اختي باين القرن طاش. يا لهوي الحاله يا دكتور، يا امك سوام. ده الميه نزلت فعلا يا جماعه. كده الجنين ممكن يتخنق. الشنطه بسرعه صلاح. هو يا دكتور نشيلها تولدها على المسبح. ما ينفعش تتحرك من هنا خالص. اجيب لك ميه مغليه. ميه مغليه ليه؟ هتسلق الجنين مثلا؟ ازاي يعني؟ ايه الغباوه دي؟ استرنا يا حاج. تعمل ايه؟ حط يا ابني ليه؟ اقفل يا ابني هنا. اوه يا لهوي. يا لهوي. فين الدكتور؟ فوت العمليات. اوه بره. نطاره نطاره نطاره. ميه الفندي ده فاكرنا عيال هق فنجريه بق. هات امك لكون مسنجفك. عسيت وراه عرفت بيعمل ايه. كان متداري في حته كده حبتين وظهر ولا لسه؟ المحروس ظهر وناوي يتاهل، بس انا بقى ناوي له على نيه. ناوي تعمل ايه؟ ولا حاجه، نبعت السنين للعروسه تتفرج وكمان تتعلم. يا سلام، نبعت السنين للعروسه وهنكسب ايه يا خفيف؟ ما هو كده يبقى الورق يتحرق. قصدك ايه يا برزرز؟ اقول لك انا، الورق اما ينكشف يتحرق ساعتها نبل ونشرب ميته، وهو يا اخويا ما عندوش اللي يبكي عليه. الله الله، والله كبرت يا باريزه. ايه الدماغ السم دي يا بت؟ تلمستك يا بص. طب قولي لي بقى بتحكي في ايه؟ تعالى اما اقول لك. قولي يا اختي. انت مش عاوز تسويه على الجنبين وتلهف منه القرشين وتبقى قضيت وتبارك الله في ما رزق؟ هو بعينه. ومش بتقول يا اخويا ان هو هيتأهل؟ تمام. خلاص سيبهولي انا بقى، العبهولك عشانك واسلمهولك كتاب تغلفه ولا تجلده ان شاء الله حتى تخرمه. العملية خلصت. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ولد زي القمر. الله يبارك. وانت هتودي مرتك في التوكر يا راجل انت. ده يا لسه حد بيفكر في ده؟ ده انت راجل راجع بصحيح. مبروك يا معلم، اللي جاب لك يخلي لك يتربى في عزك يا رب. ربنا يخليك يا رب. متشكرين. وهتسمي المولود ايه يا معلم؟ هسميه عمر على اسم الابطال. يا حبيبي يا معلم، الف مبروك يا حبيبي. ربنا يكرمك يخليك لي ويخليه ليك ان شاء الله. ويخليك لنا يا ابطال، ربنا يحفظك يا رب. يا معلم، وهي دي اول نقطه للكابتن عمر. ده واجب علينا يا ابطال. تقولش كده، مفيش واجب بين الاهل. ادعي للدكتور، ربنا جعله سبب ينقذ مراتك. ربنا يخليك ويخلي الابطال يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. كنت عايز مراتك ما تتكشفش على راجل؟ هي كشفت على مصر كلها. تبنا الى الله. الحق يا دكتور. الشنطة صلاح. تمام يا دكتور، كل شيء جاهز.
أمنت على الكل؟ الدنيا زي الفل، وصاحبك كالعادة ما بيجيش، والدكتورة صفوة غرقانة في بحر من العسل. طب ودفتر الحضور؟ كله تمام، الحالة أصلاً ما تأيدتش. أوضة العمليات جاهزة؟ ودكتور التخدير وصل. والبنت فين؟ بنحضرها للعمليات. والراجل اللي كان جاي مع البنت؟ دفع مقدم وكاش، كان عاوز يدفع بالفيزا، بس أنا والله كنت هضربه. فيزا؟ عايز يودينا في داهية الراجل ده ولا إيه؟ ده راجل غشيم، المهم إنه دفع. طيب يلا توكلنا على الله. يا اهلا يا اهلا اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. اتفضلوا اتفضلوا، الله يبارك فيك. دكتور غازي، الف مبروك يا مدام، اكتفينا. الله يبارك فيك. ميرسي ميرسي حبيبتي، ميرسي يا دكتوره، ميرسي والف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، عقبالك. عقبالي ده ايه يا مدام؟ انت ما تعرفيش ان انا وغازي اتجوزنا؟ اتجوزتوا ازاي يعني؟ قصدي ما حدش قال لنا، يعني ما حدش ادانا خبر. غريب، مع ان عمر حضر مع خطيبته. تلاقيه نسي بقى، ما انت عارفه عمر لما يحب ينسى الدنيا وما فيها. يلا حبيبتي. يلا حبيبي، لازم اتفضل. جرى يا ست تشينا، انت واقفه هنا وسايبه المعزيم؟ خليكي انت هنا واقفه مكاني، هطلع اجيب حاجه من فوق جاي. مالك؟ طيب في ايه؟ هي مالها تينا؟ فيها حاجة مش مظبوطة، في حاجة؟ باينها تعبت من الوقفة. بس أقول لك على سر، قولي. واحدة من صحاب العروس قالت لي إنها طلعت تغير هدومها وتلبس بدلة رقص، وقالت لي ما تقوليش لحد عشان حملها مفاجأة. ما تفهمش مفاجأتي. هو أنت حلوة كده في أي حاجة؟ توب بدوي، فستان فرح، جينز مقطع، جلابية مقطعة، مشي مش قد كامل. سهر إن أنا اللي مش قد. انا ده غلبان وبغرق في جبر ميه. يا شوف يا حمص، انت على اتفضل. انا غرقان فيه 3 4 مرات، 5 6 7 8 ده عماره الاحضان الدفاع اللي في المستشفى. مظلوم والله، مظلوم حقيقي. انا يا دوب بقول يا حبيبي مش من مزاجك يا عمر، علشان الغلطه معايا بقى انا فوره. موسيقى
المدعوين. وين؟ أسعد الله مساءكم. أكم. ليديز أند جنتلمان. ناو. لنا لقاء مع الغرائب والعجائب. والروائع والظرائف. والإثارة والمتعة. مع نجمة الإذاعة والتلفزيون والمسرح. ونجمة الفيسبوك والتويتر والواتساب. يعني اللي عنده كلمة حلوة يبعتها لنا على تويتر. واللي ما عندوش يعملها لنا بلوك على طول. مع الفكاهة، مع الضحكة، مع الابتسامة، مع خفة الظل، مع الراقصة. غزال جوه، ما شفتهاش جوه؟ بنت مين يا دكتور؟ وبعدين هو ده تبنات يا قبطان؟ ده انت عريس الليله يا جدع. ركز معايا وبلاش غباوه. البت شفتها ولا ما شفتهاش؟ ما شفتهاش والله. ازاي؟ ازاي؟ انا شايفها بعيني وهي خارجه هنا. يمكن لسه جوه يا قبطان وانت مش واخد بالك ولا حاجه يعني. بقول لك شايفها، اجري دور عليها. لبي عليها الفرح، مش من هنا. حاضر. وانا ادور هنا. هشوفها هنا ولا هنا؟ تيجي كمان كمان انت كمان. عزمت نفسي يا اخي، مره من نفسي كل مره تعمل فرحك سكتي ما تقوليش. اف انا مش فايق لك، مش فايق لك خالص من فضلك. لا لا مش فضلك ولا من فضلك، من فضلك انت اسمعني. انا جاي اقول لك الدكتور عمر كلمتين وماشي على طول. انجزي، ده وقت نتكلم فيه، ده وقت نتكلم فيه. بقول لك ايه، اقولهم مبروك. متشكر. ممكن بقى نأجل كلامنا لوقت تاني؟ تاني يوم بقى ما فيهاش تأجل خالص، عشان هو كل ما بيتأجل كل ما المشكلة بتكبر. مشكلة ايه؟ هو انت فرحك كان يوم ايه؟ فرحي؟ اني فرح فيهم؟ يعني انت صحيت لقيت نفسك عندي في الجمعة ولا السبت؟ كان السبت. ماله مش فاهم عايز توصلي ايه؟ يوم الجمعة اللي كان بتوينهم ده راح فين؟ اللي ضاع نصه عندي. مش فاهم، مش فاهم عايز توصلي انجزي. طول الليل انت قضيته عندي صح ولا مش صح؟ وانت عارف ايه اللي حصل ولا عامل نفسك مستعبط ومش عارف؟ اه انت جاي، انا فهمت، انا فهمت. انت جاي تشغل التلاجة هنا بالبرود والسواقية. يلا بنت مش من هنا، مش فاضيلك. عمر. نعم. انا حامل. من مين؟ مالك جرالك ايه؟ اتلبشتي ليه لما شفتيه داخل بيها؟ اتكهربتي ليه لما عرفت انه اتجوز؟ هو كان قالك حاجة ولا حتى لمحلك؟ لا لمحلي، طبطب عليا بحنية ليها معنى ما قالهاش بلسانه، بس قلبه شاور وقلبي حس. ضغط الدم لما بيرتفع القولون بيشتغل، وانت مش هينفع تقعد دلوقتي خالص. لازم تبقي واقفة وصلبة طولك زي ما عودت اللي حواليك على كده. انت اللي زيك لو وقع الكل يكشف. الموضوع باختصار، لنا جالي دواء مهم قوي ومن مرة وبيعالج ألم القولون بشكل هايل، بس فقلت اجيبهولك. طب ما كنت اديته لعمر اخويا؟ طب ما يمكن انا عايز اطمن عليك. لم اللي باقي منك وتكني جواكي. لحد امتى هتفضلي تخبي وتخبي معاكي كل وجع بتحس بيه؟ لحد امتى كل حاجه شبه اي حاجه وفي الاخر طعم مر؟ فوقي فوقي، اكتفينا. مش كل اللي تحس يتصدق. مالك شكلك متغير من ساعة ما دخلنا. مفيش حاجة. مفيش حاجة يعني؟ انت كنت كويسة. بعدين مش وقت. هو ايه اللي مش وقت؟ ما تتكلمي يا صفوة، في ايه؟ غازي من فضلك، احنا في وسط ناس. قلتلك مفيش حاجة، يا اما تسكت يا اما نمشي. نمشي واحنا لحقنا نقعد؟ خلاص يبقى تسكت لو سمحت. ايه يا تينا، كنت فين كل ده؟ بقالي صعب ادور عليكي. ولا حاجه، كنت فوق في اوضتي كده بعمل حاجه ونزلت. قولي لي بس طمنيني، هو عمر راح فين؟ يعني هيكون راح فين؟ اختفى مره واحده ومحدش يعرف راح فين، وعروسته قاعده هتشيط لوحدها. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وعمنا، عمنا العزيز فين؟ يعني هيكون فين؟ دوري عليه كده في اي شله بنات هتلاقيه قاعد وسطيهم. بالدور بالدور يا بنات، حاطين بناتكم كله. انتوا قاعدين غلط. انت لسه شفت حاجه يا عزل؟ الله يهضمك يا اختي. ايه بدنجان بقى واحنا ما نعرفش؟ ده انا قديم قوي. يعني عمر بقى مش جاي من بره؟ لا تلميذي دي واحده. اسكيوز مي، جاي لكم. انت مش واخد بالك ان عمر مش قاعد في الكوشه؟ فين عمر؟ بس انا كنت مشغول، انت عارفه ورايا مشغوليات كتيره. مشغوليات ايه بس يا عم؟ مشغوليات ايه؟ عمر فين؟ عمر فين؟
انا شايفه وهو بيتسحب وماشي من هناك. بيتسحب وماشي من هناك؟ ماشي من هناك فين؟ دي عروسته خلاص هتطفش هتمشي هتجري من الكوش. الكلام ده يلا بينا تعالوا ورايا دي ليله ماليش طلع لها شمس. ايه ده؟ عمر اتاخر قوي مش عارفه ايه مبقاش على بعض من ساعه ما شوف الرقاصه يا بنتي اتحجنيني. في عريس طبيعي يبص على الرقاصه ينفرحه؟ في عريس طبيعي يسيب عروسته بالشكل ده كل الوقت ده؟ ستي هتلاقيه رايحين ولا ايه؟ يمكن طلع الحمام ولا حاجه. شايفاه بعيني طالع من الباب. عمر فكري وشك شويه عشان الناس بتبص عليكي تبين فرحتها. اضحكي اضحكي. ماشي يا عمر ماشي ماشي. والله انت اللي ابتديت ولحست كلامك مع اني جيت لك دغري من غير مطبات. كان لازم يعني اعمل لك كمين وتص فيا منين ما تروح؟ جاي لي ليلة فرحي وعايزة تفضحيني؟ أنا أفضحك بردك؟ أنا لو ناوية على الفضايح ما كنتش لميت الدور من الأول واديتك شرف المشاهدة الأولى. وطي صوتك. أنا لو على الفلوس أديها لك، لكن أنا أضمن منين؟ أضمن منين إن مش كل شوية هيطلع لي كوبي؟ كأي أخويا؟ نسخة تانية يعني. والله أنت ونصيبك بقى. لو شلتك من نافوخي تبقى الليلة خلصت ومش هتشوف وشي تاني. يا رب. انما بقى لو عشعشت هنا عشعشت هتلاقيني واخداها حلوانه في سلوانه ونطلق في كل مكان ان شاء الله في اوضه النوم وقايل لي ساعه كده بينك وبين العروسه. انت مجنونه يا بت مجنونه. وبيني وبين المورستان فركه كعب. ها هتدفع ولا لا؟ يا دكتور يا قبطان يا دكتور. هدفع 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 بس دلوقتي غوري من هنا غوري من هنا هدفع هدفع هدفع. يلا انت بس يلا يا ماما يلا يلا بلبس الاعدام اللي انت لابساه ده. اهلا صلاح. انت فين؟ ده الدنيا مقلوبه عليك. انا كنت بتابع حركه النباتات. تعال. ايش بيك يا ماما؟ ما فيش اي حاجه يا بابا. هيكون في ايه يعني؟ شكلك مش على بعضك. وين عريسك يا طمني قلبي. مش عارفه اقول لك ايه صراحة. انا اطمن يا شيخ عرفان اطمنه. عمر بس جات له دوخه وطلع اوضته فوق يغسل وشه ونزل على طول دايخ. انا هطلع اشوف. على فكره في حاجه غريبه بتحصل. ما انت عارف عمر ليلته دايما بتختم بمفاجآت. طب انا هقوم اسال اخته كده افهم ايه اللي حصل. هو ما فيش غير اخته تسالها؟ احنا هنيجي بقى على الاخر ونخيب. ما تكبري بقى غازي. عشان تفوق. جرى ايه يا عمر؟ معلش يا حبيبتي يمكن يكون اعصابي هي المشدوده. كفايه حبايه واحده احسن. المهدئات دي مش كويسه. ولا الظاهر الرقاصه قلبت عليك كتير. رقاصه؟ رقاصتي انا ما خدش بالي. هو في رقاصه تحت؟ انت مش مركز بقى يا حبيبي. طب يلا بقى احسن. شكلي بقى وحش قوي قدام الناس وبابا بدا يسال. حاضر حاضر يا حبيبتي وراكي على طول. ما تتاخرش. يلا حبيبتي وراكي وراكي. من المصايب ما بتهل بتهل بالجمله. والله انت قلبك ميت. انت جايبانا هنا في ليله زي دي؟ اهدي شويه. ده انت هتشوف ليله النهارده ليله من الف ليله وليله. اهلا 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 يا عم حافظ. لا 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 يا عم حافظ كده ازعل عمو ايه؟ انا عايز حافظ من غير حاف. من غير حاف قصدي من غير عمو. المهم يا
نخش في الموضوع. نخش يا استاذ، منخشش ليه؟ نخش برجلينا اليمين كمان. يلا يا رايس. باليمين بالشمال، انا الاتنين مغروزين في الواحد. يلا يا رايس. طول عمري بقول عليك تقيل. يا ودي يا تقيل. يا هنا ده مش قادر اصدق شكل الدكتور عمر مش طبيعي. عمر ايه وليلة ايه؟ دي شايفه بيعمل ايه؟ يا اختي دي ليله العمر، سيبيه زقطت بقى. يزقطت ايه؟ انا مش عارفه ايه رسوم الشرب اللي شربه ده، دي حاجه اخر زفت ما كان ربنا تبعها. ايه يا ولد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حدرجه بدرجه من كل عين درجه، من كل عين مدوره، ومن كل نفس معفره بالفلفل والكزبره. اشتتن اشتوت اشتتن اشتوت، يا رب اللي يكرهك يطق يموت وياخد بالشلوت ان كان حتى في بطن الحوت. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل على النبي. قمر نايم يا اخواتي قمر. كح كح واجلي صدرك من سماهم. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ ببخر يا اختي، يمكن ربنا يفك كربه. اطلعي بره. اطلعي بره. ايه ده؟ وايه اللي حصل لمار؟ ايوه يا حبيبي لمار، قاعده هنا على الكرسي من ليله امبارح. فكر ربنا تابع عليك من الشرب، قعدت تديها وتشرب لحد ما وقعت. شرب ايه ده؟ شرب ايه؟ اعرف يا اخويا؟ شرب. خلاص بقى قوم بقى كده بقى وفوق وغير هدومك، عوض عروستك ليله امبارح. ليله امبارح اعوض ليله؟ متأكدين لك كانت ليلة امبارح ولا؟ لا لا، متأكدين انها كانت ليلة امبارح. مش ولا خالص. مش ولا؟ هي ولا ده ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. ولا ده ايه؟ ده ايه اصلا؟ بقول لك ايه بقى، انت تقومي تاخدي شاور كده وتغيري هدومك واديكي اطمنتي عليه بقى زي الفل. يا حبيبتي يلا يلا يا حبيبتي، انا كمان عاملة لك لقمة ترم عظمك بيها. انا فعلا محتاجة اخد شاور عشان الحق اغير الفستان قبل ما يجي حد يشوفني بيه. وانت يا حبيبي مش عايز تعمل شاور كمان؟ لا اعمل طبعا، لازم اعمل. ايوه كلنا هنعمل شاور. وانت كمان لازم تعمل شاور. لازم. تعالي يا حبيبتي تعالي، اتفضلي للشاور. انا وراك اهو. اتفضلي يا حبيبتي. انتوا رايحين؟ انت ايه اللي انت عملته امبارح ده؟ فضحتنا. عملت ايه؟ يعني انت مش فاكر انت عملت ايه؟ ده انت قعدت ترقص وتشرب. انا ارقص واشرب؟ انت امال انا؟ وبعدين ايه بقى الحركه اللي انت بتعملها دي؟ ما فهمتهاش. الحركه؟ طب وهي؟ هي كانت قاعده مولعه وبتغلي وبتطلع شياط، وبعدين يعني بصراحه كان ليها حق. اصل انت اكيد في الاخر ورقصت مع حته مزتين، انما ايه؟ ما ايوه بالنبي بجد؟ الله العظيم الاتنين مع بعض؟ ايوه. وفين هما دلوقتي؟ انت فين ولا في ايه دلوقتي؟ ما تشوف المصيبه اللي انت فيها دي. الموزس فين طيب؟ جامدين قوي يا بس خلاص تبنا الى الله. استرها علينا يا رب. يا دي الفضايح، عايزه تقول عليك ايه؟ كنت خايف من الدخله ولما يجوا اهلها نقول لهم ايه؟ كانت بخمه على البيت. بصراحه شكلك ده وحش قوي. اجيب البخور يا هوانم؟ هوانم ايه يا بنت انت دي؟ تحترمي نفسك. هوانم ايه؟ عاجبك كده؟ معقولة يا ربي؟ بقى ده بقى اللي قلبك عليا من امبارح؟ عايز تفهمني انك مش واخد بالك؟ اخد بالي من ايه؟ اكتفينا دي زي اختي. بعدين اذا كنت اهتميت بيها شويه فده عشان خاطر عمر مش اكتر. بس هي مش باصه للموضوع كده. بصله ازاي ان شاء الله؟ انت ما شفتش وشها اتغير ازاي اول ما عرفت اننا اتجوزنا؟ دي اختفت من الفرح كله، ولما ظهرت ما كانتش طايقه تتكلم معاك كلمتين على بعض. لا انت الظاهر جرى لمخك حاجه. بالعكس انا لسه في كامل قوايا العقليه، بس يوم ما تلعب معايا لعبه زي دي هتشوف جنان اصلي عمرك ما شفته قبل كده. مش فاهم ايه لازمته كل ده؟ هي كانت قدامي قبلك، ما لو كنت عايزه اتجوزها كنت اتجوزتها، كان ايه اللي هيمنعني يعني؟ يمكن ظروفك اللي اتلخبطت فجأه. انت بتعايريني يا صفوة؟ انا ما اقصدش طبعا، كلمه وطلعت غلط. غلط بقى ولا صح، مهم انها طلعت. غازي صدقني انا ما كنتش اقصد. عايز اقولك على حاجه واحده، انا حبيتك بجد، ده اللي خلاني استناكي وانت مع غيري، افضل وراكي لغايه ما تنسيه، ده اللي خلاني احارب عشان نتجوز في عز ما كنت مزنوق وظروفي صعبه، قبلت على نفسي حاجات ما كانش ينفع ان انا اقبلها. تهيالي اللي يعمل كل ده عشان خاطر واحده
صعب قوي انه يبص لغيرها. غازي غازي يخرب عقلك، ده انا صدقتك يا راجل. يا لو ما صدقتنيش ما بقاش غازي. يا ابن الذين طول عمرك معلم يا غازي، عامل زي الحقيقه، تلبد وتستخبى وتروح مغير جلدك وفجاه تروح طالع وهوب، ساعتها ما حدش بيسلم من سمك. ادينا بناكل عيش يا دكتور. بمناسبه العيش صحيح، اخبار العيش بتاعنا ايه؟ هانت، التخطيط اللي في دماغي وصل لاخر نقطه وهتشوف نتيجه ما كنتش تحلم بيها. شوقتني. في ايه يا مرتضى؟ داخل هاجم كده. طيب اجي لحضرتك وقت تاني. لا لا خليك يا دكتور، انا كده كده عندي مرور. طيب اوكي، انا هخلص لك موضوع الاجازه ان شاء الله. حياتك بقى ما تنسى، انت عارف انا عريس جديد. لا طم، عن اذنكم. مع السلامه يا دكتور. تعال. الراجل بتاع المشكله اياها وصل بره ودخلته العياده من غير اي بيانات وقاعد مستني. تمام، امشي بسرعه شويه، شهلي، حطي الحاجه هنا، حطي جنبك. ايوه حطي هنا، حطي، هات هات. ايوه كده، يلا الف هنا وشفا. كل يا حبيبي، كل الجمبري حلو، وشوربه السي فود دي هترد لك العظم. يلا. لو ايه يخليك تنور في الليالي السودة. تحب اقشره لك يا حبيبي؟ احسن القشر يعورك وانت مش ناقص. انا متهيألي ان شاء الله لما تروحوا السفريه دي بتاعت شهر العسل اللي هتروحوها في الجزيره دي، ان شاء الله باذن الله مودكم هيتغير خالص، وربنا يا فيكم شر حسد اذا حسد. انت عارفه هتركبوا عجل كمان. لما تركبوا عجل بقى الدم يجري في العروق، وانت البحر بقى ايه منعشه، تخلي الواحد جسمه يبقى فريش كده خالص. تغير بقى ايه بقى؟ الشمس تدخل تفتح المسام، تفتح المسام بقى، خلي واحد حديد عوده صلب حديد. يا عم في ايه؟ في مصيبه بقى لا تطلع برد، ونقضيها كمكمه، ونكش كده على بعضنا، ونرجع وظهرنا محني. كل يا حبيبي، كل كل. الو، ايوه انا مين؟ لحظه واحده، لحظه، قشر الجمبري كله. ايوه ايوه. لا هتهرب ليه يعني؟ اهرب من ايه؟ لا طبعا. ايوه حاضر حاضر، ماشي حاضر، كمان ساعتين بالظبط هكون جاهز. بتكلم مين يا عمر؟ ها؟ مش قلت لك ادي اول دفعه نستلمها؟ امسك. وانا ان شاء الله نصيبي هيكون كام بقى؟ عيب يا بت، النص بالنص، 50-50. انا حرامي بس مش نصاب، واحب الحق يروح لاصحابه. مش مطمنه لك يا خلوصي. يا نهار ابيض، فين هتزعلينا يا برازرز؟ واجيب الواد فلانك معايا يزعل كمان؟ ما انت جربتيني قبل كده يا بت، عمري كلت عرقك؟ كتير. طب اديكي قلتيها اهو، عيب بقى يا خلوص. انا لسه حج من الخرابه دي بقى. يا بنت هتقبي وتلم القشطه على الوش، وكمان تعمليها سندوتش. بس انت ركزي مع ام يعني. عارف يا خلوص انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا اختي؟ نفسي ابص لروحي بقى، اشيل كلاخ الايام، وانحي وسخت البشر، واشب برجلي لفوق، واطول كل حاجه نفسي فيها. الله، صدقها بنت جسمها اشعر. هيحصل هيحصل، والنهارده اللي هناخده ده دي دفعه اولى، وكمان هكبره يمضي الدفعه الثانيه. النهارده؟ طب طب ازاي؟ قلت لي ازاي؟ فولو مي. اتس اوكي. يعني ايه سايبني في يوم الصباحيه؟ مش كفايه ليله امبارح يا عمر؟ انت قلت لك بقى، قلت لك الجماعه بتوع شركه السياحه كلموني، يعني يا دوب لازم اروح عشان الحق الحجز. ولو بابا جه وجاب معاه حد من اهلي وسالوني عن، هقول لهم ايه يا عمر؟ البيت اللي بقى ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي؟ الله، تصدقتي كلامه عن الجمبري ولا ايه؟ اللي حصل امبارح ده يعني بقى شويه تعب كده، ظرف يعني، انما مش هيتكرر تاني ابدا. بس عندنا بقى ما بيفهموش انا والحاجات دي. هقول لهم ايه؟ وانا قلت لك يا عمر. عارف يا ماما،
عارف ما انت قلتي لي يا ماما وفيه ما تصلي على النبي. ان شاء الله ان شاء الله الليله دي هتبقى ليله العمر وهحضر لك فيها شويه مفاجآت. ما بلاش المفاجآت، اصل ما بحبهاش وبقيت بتشائم منها. لا 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 لا, لا. دي مفاجآت تانية خالص خالص. المهم انا ايه، همشي ومش هتاخر مش هتاخر، عايز ارجع عليكي جاهزه. سخني كده وجيت ريدي. احبك. انا بحبك يا عمرو. دمنا الى الله. لازم اروح اديله فلوس. وبعدين المشكله كده ما تحلتش. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي يعني؟ ما ينفعش ابلغ عنها، وما ينفعش اسيبهم يهددوني، وما ينفعش كمان ما اديهمش الفلوس. البت دي لازم نوصل لاصلها، ملهاش حل تاني. مرجان بيحاول هو ومراته ورجالته، بس مش عارفين يوصلوا لحاجه. كنت ناوي تروح لوحدك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هتيجي معايا؟ طبعا لا. ليه؟ علشان لازم حد فينا يستنى عشان لو حصل لك حاجة اقدر اتصرف. اصيل يا عمر، الاصالة دي حاجة في دمي. طبعا ابتدي ايدي وتشكر. بدعي لك الدعاء ده حاجة في دمي. انا هروح بقى، ولو حصل حاجه هبقى اطلبك في التليفون. بس اقول لك ايه، تمن عليك ما تجيبش سيرتي. لا اصيل اصيل ما بتهزرش يعني. عمر عمي. ايه يا اصيل، قررت تيجي معايا؟ هتعمل ايه مع البنت التانيه؟ هعمل ايه يعني؟ خايف اكلمها طبعا. لا انا بقول يعني لغيها. لغيها، يمكن محتاجه طعم حنيه. لا 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 لا، تبنى الى الله. اطمن خالص، الحكايه بسيطه جدا، مش محتاجه غير شويه مصاريف. ان كان على الفلوس ما يهمكش، عمرنا ما هنختلف، بس قول لي هيحصل ازاي. احنا جربنا كذا مره الحقن المجهري ده وما نفعش. المره دي هينجح وان شاء الله ولي العهد هيشرف. يا رب يا دكتور. لا علمكم بقى، دكتور عوني ما بيقبلش اي حاله الا اذا كان متاكد من نسبه النجاح فيها. مش معقول يعني هيغامر باسمه على اخر الزمن. احنا سألنا كتير، ولاد الحلال دلونا عليه. وعشان انت كمان راجل ابن حلال وراجل طيب، ربنا وقعك في سكتي. وانا كمان ابن حلال اللي حضرت قعدت ناس زيكم. بس انا خايفة قوي يا دكتور. ما هي عشان خايفة قوي يا دكتور دي، احنا مش هنعمل العملية غير والمستشفى هادية خالص. احسن وقت للعملية يا دكتور يكون بالليل. بالظبط اهو يا ستي، ابسطي مش هنصحيكي بدري. ربنا يخليك يا دكتور. انت مالي ايدك يا دكتور عوني؟ لا احنا ما دام اتفقنا على الفلوس يبقى انا مالي ايدي ونص. انت بتعملي ايه عندك هنا؟ دكتور صفو انت خنطتيني. انتي قول ازاي تقفي وتستنطي كده؟ تعالي بس يا دكتوره تعالي. تعالي هنا انت يا دكتوره، دي مصيبه، انا كنت لسه هجيلك عشان اقول لك. مصيبه ايه؟ ما تتكلمي. الدكتور عوني والدكتور مرتضى. مالها؟ تعالي كده يا دكتور احسن يشوفونا. انت شايفه الراجل والست دول؟ ايوه مالهم بقى؟ دول كشف وما تقيدش في الدفاتر، ووراهم حاجه كده انا لسه مش عارفاها. انا مش فاهمه انت بتتكلمي في ايه؟ يا دكتوره من يومين انا كنت نبطشيه وشفت حاجه كده ما كنتش اتوقعها. شفتي ايه؟ وانتوا بقى بتعملوا ايه في مقر الحمله؟ بتعملوا تشاتنج على الفيسبوك ولا بتلعبوا المزرعه؟ ازاي خبر زي ده يعدي من تحت ايديكم؟ انا عايزه كل صغيره وكبيره تخص الخبر ده. ما الحكايه دي لو بصحيح هتغلوش وتخلي الناس تنسى موضوع عفه وتركز فيه. ما هو لما يبقى شيخ وعليه قضيه زي دي تبقى فضيحه طبعا. شطارتنا بقى ان احنا نستغل الموضوع ده في برنامجنا الانتخابي. تمام، هو ده اللي انا عايزاه بالظبط.
اعمل كده وابقى كلمني. يلا باي باي. اديني بحاول الم ورا بلاويك اللي هتودينا في داهيه. تصدقي لما يكون عامل فيها شيخ ومتدين وعليه قضيه زي دي؟ لا وقضيه ايه بقى؟ مش هحكي لك. من فضلك يا مامي انا مش عايزه اعرف اي حاجه. انت ازاي بتكلميني كده؟ علشان انت مش قادره تفهميني ولا تستوعبي ان انا مش عايزه اكون طرف في اي حاجه تخصكم. مالك بقيتي عصبيه اليومين دول كده؟ والله كويس ان انت ملاحظه حاجه تخصني. عيب يا حبيبتي، انا مامتك، يعني اكتر واحده في الدنيا تحس بيكي وتفهمك. وانت شايفه ان ده حصل؟ وما يحصلش ليه؟ علشان عمره ما حصل ولا هيحصل. يا مامي انت عمرك ما فهمتيني ولا حسيتي بيا. تقدري تقولي انا بالنسبه لك ايه؟ انا اقول لك، انا بالنسبه لك عامله زي مجوهراتك دي بالظبط، غاليه عليكي طبعا انا عارفه، بس بتلبسيها في المناسبات بس، غير كده بقى حطاني جوه علبه ورمياني في دولاب مقفول، مش كده؟ على فكره انت سايكو معقده نفسيا، ايه التفكير والكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ بالعكس انا حررت نفسي منك تماما وقدرت اخرج من العلبه اللي جوه الدولاب، وكمان قدرت اعيش وابقى نفسي. عارفه يا ميار هانم، انت وكل اللي رموني وضحكوا عليا هيشوفوا مني كتير كتير قوي. مجنونة دي ولا ايه؟ هاي يا ماير هانم، صدقت المرة دي وجيت في ميعادك وجاهز بالأمانة. بس انا يعني ليا كلمتين. ما بتنتي طلعت ايدي. ايدي سيدي، انا مش صيدة هتقشريها بمزاجك. انا ساعه الجد بقلع توب الدكتوره والبس توب اللي يليق باللي معايا. هتكسر ايدي سيدي. اقسم دماغك. مش عيب يا دكتوره تمد ايدك على حرمه. انتوا مين؟ نزل سلاحك واقول لك احنا مين. بقى هي دي اللعبة، هي تجيبني وتسلمني ليكم. اتحرك بعد ما نمشي كلنا كده بخمس دقايق، ده اللي حلو بقى. واديني الخزنة اللي في سلاحك جدع. يلا بينا يا رجالة. في ايه؟ في نسخ تانية؟ ما عنديش أوامر أقول لك على حاجة. يلا بينا يا رجال. سلام يا دكتورة. حار الله. انت ايه اللي جابك؟ اقول لك ايه اللي جابني؟ لقيت نفسي قريبه منك وشفت صورتك فقلت اجي اسلم عليك. ودخلت ازاي؟ والناس اللي بره دول سابوك ازاي بس؟ الناس اللي بره دول مش دريانين بحاجه اصلا، مشغولين جدا. انت خطر. من ناحيه خطر فانا خطر. اقول لك، عارف انا عامله زي ايه؟ عامله زي سلك الكهرباء، ممكن يموت وممكن يدور. المهم ازاي تعرف تتعامل معاه؟ مع اني قلقان من طريقه دخولك حياتي، ومع انك ممكن قوي تبقي كمين بعتهولي واحد من المنافسين بتوعي،
إلا إني مش قادر غير إني أعمل لك مساحة كبيرة قد كده عشان تخش منها. عارف أنت مش عارف تعمل حاجة غير كده ليه؟ ليه؟ عشان أنت متأكد إن أنا مش أي حاجة من اللي أنت قلتها دي. ما هو يعني مش معقول أخت الدكتور عمر النواوي هتبقى مرشدة الناس مرشحة نفسها. أمال أنت إيه؟ أنا واحدة شافتك عجبتها قربت منك بس كده. مع كل فرق السن اللي بيننا ده؟ مع كل فرق السن اللي بيننا ده. إيه رأيك بقى إيه؟ الله ايه الحلاوه دي، انا مش قد الجمال ده. يا سلام ايه الحلاوه دي بجد يا عمر، انت شايفني حلوه كده؟ انا مش شايف غيرك اصلا. امال ليه بتبعد عني؟ مش عايز تقرب. تبعد فين؟ ما انا بقرب اهو. قصدش كده، اقصد اني يعني لا 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 لا، ده التاني ده كان ظرف وراح لخياله. خلاص انسي انسي انسي. احنا في دلوقتي امرك، خلينا في دلوقتي. ايوه انتي عارفه ان انا رايي ان احنا ما نضيعش ولا ثانيه بقى، نخش في الموضوع على طول. مش كده؟ عارفه ان دي اول مره، اول مره، اول مره احس الاحساس ده. هتصدقني لو قلت لك انك اول احساس في حياتي؟ بجد؟ بجد. طب احنا بنضيع وقت ليه؟ يلا بينا. اللهم اجنبنا الشيطان واجنب الشيطان مرض اكتر. يلا يلا. نسيت اقفل الجرس. طب معلش يا حبيبي، يمكن حاجه مهمه ولا حاجه. طيب خليك انت. الو؟ ايوه. ايه؟ ازاي يعني؟ زي اي واحدة حامل. مش عيب يا دكتور انت تسأل سؤال زي ده؟ بقولك نفسي في سوشي. ولا انت بقى عايز ابنك يطلع له عصايتين في عينيه؟ ده كلام يتقال برضو دلوقتي؟ ايوه ازاي يعني؟ مش عارف مين عصايتين. ازاي يعني ازاي؟ طب انا هقولك حاجة احلى. ايه رأيك اجي اخدك وننزل ناكل سوا زي زمان برا؟ ايه؟ عمر يا حبيبي انت ساكت ليه؟ ازاي؟ اوعى تكون مزنوق. لو مزنوق مش مشكلة، اهم حاجة ابنك. انا مش سامع حاجة اصلا. ايه؟ انا هحط التليفون على بطني علشان تسمع ابنك، هو بيقول لك يا بابي عايز سوشي. مش هينفع دلوقتي، بعدين، بكرة. دلوقتي مستحيل. سامع؟ بقول بعدين. عمر انت رحت فين يا حبيبي؟ ارحموني بقى ارحموني. الو الخط بيقطع، الخط بيقطع بيقطع بيقطع. الو 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 يا ساتر، ايه ده؟ ستات بتتدلع. ومين دي بقى يا بيبي اللي واخدة عليك لدرجة انها تتدلع عليك في وقت زي ده؟ دي 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 ولا ايه؟ لا دي مريضة اصلا ومعروفة من زمان. معروفة؟ معرفة يعني. المهم سيبك، احنا كنا بنقول ايه؟ ايوه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. رد يا بيبي، لا تكون واحدة معروفة ولا معرفة من زمان. بصي بقى احنا نقفله احسن، احنا نروح قافلينه. الحاجة يا ست هانم. صدق الله العظيم، في ايه يا مغاوري؟ يا ست هانم في ايه؟ حاسب هتقع. الحمد لله يا ست، الاستاذ حافظ. ماله الراجل الكبار الكمل؟ حصل ايه؟ ما بيحرمش يا ست، ما بيحرمش. جاي سكران طينه؟ لا وايه معاه واحده، انما ايه بقى، استغفر الله العظيم زي القمر. استغفر الله العظيم وزي القمر، الاثنين مع بعض. ايه امال يعني اكدب يعني يا ست ولا ايه؟ حصل الكلام ده من امتى؟ بقاله يجي ساعه كده. وانت لسه جاي تقولي دلوقتي حالا؟ ماني كنت بتفرج عليهم من الشباك لحد ما قفلوا. طبعا، وجيت تفتن عليه لما قفل الشباك مش كده؟ ايه؟ نعم
بتقولي حاجه يا ست؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هلاقيها من مين ولا من مين يا ربي؟ اختبار اختبار تليفون كان اختبار. وانت ان شاء الله كل ما هيجيلك تليفون هتبقى كده كده. اللي هو ازاي يعني؟ اللي انت عامله ده. تعمليش منها قصة يعني، ما حصلش حاجة. لما انت ما بتحبنيش اتجوزتني ليه؟ مين اللي قال كده بس؟ اي واحد بيعمل اللي انت بتعمله ده يبقى ما بيحبش. انا ابتديت احس ان احنا اتسرعنا، كان لازم نعرف بعض اكتر. انا عمر انت مخك راح لبعيد خالص. انت اللي رحت فين يا عمر؟ انت مش حاسس بيا خالص ومش معايا. انت خايف مني؟ خايف من ايه؟ واخاف منك ليه بس؟ امال ليه مش بتقرب مني؟ مالي مشغول شويه. مشغول بمين؟ وانا في حضنك. خش خش الحق. ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ فرح انت جاي؟ ده انا ما صدقت انا نايمته. وقاعدة كده ليه؟ وقاعدة كده ليه؟ وازاي ينام على حجرك؟ لما يصحى يا اختي تسأليه. ما يصحى يا اختي؟ انت يا بنت انت شفتك فين قبل كده؟ لما بسلامته يصحى يبقى يقولك، ولو مزنوقة قوي وعايزة تعرفي اسألي اسم نبي حرص وصينه اللي جنبك ده وهو يقولك. عمر تبقى تعرفها. دمار!